بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. الذين يضخمون الاحداث في الاهلي لا يعلمون انما هم يكرمون. ابراهيم، اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم ولقاء الخميس من ملك وكتابه. الذين يضخمون احداث الاهلي يكرمونهم. طبعا يكرمونهم طبعا، لان الاحداث دي انا عمال اتابع، مفيش حد لعيب كره سابق ايا كان زملكاوي اهلاوي اتحداوي الا ما قال لك دي اوضه اللبس ذاخره بمثل هذه الاحداث. ميدو اضاف قال لك ان كمان في واحنا بره في اوروبا بتحصل حاجات دي كتير، بتتفاوت درجات العنف ودرجات التجاوز، انما قال لك دي حاجات موجوده. طب هي ليه بتتضخم في النادي الاهلي؟ لانه كله يرى ان الاهلي مختلف. ما ينفعش يحصل فيه كده، يحصل في اي حته في العالم الا الاهلي. عشان كده هنكلمكم النهارده بكل الصراحه والوضوح حرصا على الاهلي في حلقه ثريه. هذه ابرز عناوينها. مقالي وما قالوا، وليمة الأغراض الدفينة، الغربال، هو ما فيش غير الأهلي، بعضمة لسانه لعن الله من أيقظها، أسرار الملك، السوشيال ميديا نسخة 85، والشموع الحمراء، فكري باشا أباظة الرئيس الشرفي، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة واليوم. ده أبرز محتوانا، لكن خلينا نعرج على أهم الأحداث في مقالي وما قالوا. وليمة الأغراض الدفينة هي بالفعل اللي حاصل امبارح، من اول امبارح او من امبارح طول النهار من الصبح لغايه بالليل وربما لغايه الساعات اللي جايه كمان. وليمه اغراض دفينه منصوبه، مهندس عدلي اشار اليها باختصار، وهي انه من يضخمون في الاحداث التي تجري في النادي الاهلي بهذا الحجم انما هم يكرمونه في الحقيقه. ايه الاغراض الدفينه اللي ظهرت؟ وعشان نبقى في الصوره، احنا بنتكلم على ازمه اللاعب محمود كهربا وأزمته مع النادي الأهلي. يعني أنا حابب أسألك، لأن ده عنوانك. عنوان مقال. لكن أنت يعني رأيت إن كل واحد تناول الأحداث من منظور ما يعتمر في صدره. بالظبط. اللي عايز يشيلها لسيد كابتن سيد شايلها لكابتن سيد، اللي عايز يشيلها لجمال جابر شايلها لجمال جابر، اللي عايز يشيلها لكهربا للإدارة شايلها للإدارة، اللي عايز يشيلها طبعا لكهرباء شايلها لكهرباء، اللي عايز يشيلها للشناوي شايلها للشناوي. إذا فعلا فعلا كل واحد، مع إن الموضوع واضح جدا، لأن يعني تعامل الأهلي منذ الوهلة الأولى ومنذ أحدثت الواقعة بأكبر قدر من الشفافية، إدراكا من الكابتن سيد عبد الحفيظ وإدارة الأهلي إن ده إذا تم التعتيم الكلام هيتاخد في سياق تاني خالص. فأحسن حاجة الناس تعرف الحقيقة في لحظتها، علشان وأعتقد إنها كان ده تصرف حكيم، رغم إن الناس كتير بيقول لك يا ريت كنت تداري على شمعتك تقيد، يا ريت إن نفضل زي زمان تخبي. زمان ما كانش فيه القوة الإعلامية الهائلة اللي هي اسمها السوشيال ميديا اللي بيحركها تليفون محمول أو يعني تواصل. أصبح الإعلاميين موجودين في كل بيت، كل بيت في مصر فيه إعلامي دلوقتي. فما يعني أحسن حاجة الشفافية، خاصة أستاذ إبراهيم أن إعلان العقوبة له، العقوبة بشكل عام، العقوبة لو خدناها في سياقها، وده كلام مستشار منصور من دبي معايا في تحاورنا سوا كلمني، قال لي ما هو العقوبة كان زمان بهدف التنكيل والانتقام والتعذيب، انت غلطت يبقى اعمل فيك كذا،
لكن العقوبة بقى بمفهومها الأقوى هي للردع. يعني أنت لما بتعمل عقوبة بتستهدف الشخص اللي غلط عشان ما يكررهاش، وبتستهدف الآخرين عشان ما يعملوهاش. فإعلان العقوبة مهم عشان الكل يعلم أن الأهلي جد في تطبيق ما اتفق عليه. هو إيه اللي اتفق عليه؟ أن أنا مع اللعيبة ماضي على كل حاجة، الجزاء والمكافأة. بيني وبينك تغلط غلطة نطلع نحتكم للائحة. اللائحة فيها من إلى عوقب الكابتن كهربا بالقدر الأقصى 1,000,000 جنيه عقوبة غير مسبوقة. ليه؟ لأن الخطأ جاء في توقيت، وده اللي مزعلنا. أنا أعلم تماما أن الكابتن كهربا كان ملتزما في التدريب وفي المستوى البدني والمستوى الفني، ووصل إلى مراحل الجهاز الفني كان مبسوط بيه جدا، وكان يرى أنه يعني لا ده ما احنا مطمنين ان الراجل ده هيرجع هيحل جزء من المشاكل الفنيه. فكونه يعني حاجه غريبه، يعني بمجرد ما بيرجع قبل ما يرجع وينزل الملعب تحصل المشكله دي، وهي مشكله ناس كتير من اللي عصروها ما كان لهاش سبب، بدات بهزار وتفاقمت الى ابعد حد، الى 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 مستوى ما حدش متخيله. نفس كهربا لما رجع البيت ورجع النادي قال لهم ايه اللي انا عملته ده؟ يعني ده كان تعليقه، ايه اللي انا عملته ده؟ انا ما كنتش يعني حاسس انا بعمل ايه؟ ما كانش مدرك ان هو تمادى قوي الى درجه هو نفسه ما توقعهاش. اذا موضوع كهربا يتقفل في هذا الاطار يا استاذ ابراهيم. لاعب اخطا خطا له عقوبه في اللائحه، وقع عليه الحد الاقصى. اذا هذا امر خاص بالكره. وان كان ناس تقول لك اوضه اللبس، اوضه اللبس، واوضه اللبس دي يا استاذ ابراهيم والله ارجع للدور الاول، من اول ما اتقالت كلمه اوضه اللبس شوف الناس عملت ايه في اوضه اللبس. يعني انا الاهلي يتميز باوضه اللبس انه متماسك، في لعيبه كبيره مسيطره بتحتضن الصغيرين، بتقدم لهم المثل الاعلى، بتفهمهم يعني ايه النادي الاهلي، لتفاجأ بعد اقل من اسبوع ولا 10 ايام ان الكابتن شريف اكرامي بيقول انا مش مكمل في تويتر وجهها للجماهير احترافيه. هو نبه النادي الاهلي وقلنا خلاص هو ده قراره، لكن انا وقتها اتخضيت لاني انا شفت الله ايه ده، هو احد المسؤولين عن اوضه اللبس، احد الناس اللي انت كنت بتديهم ظهرك في اوضه اللبس. وبعدين نيجي في التجديد نشوف ما حدث في التجديد، وكل واحد خد موضوع التجديد ده لمصلحته، ومحدش فكر. ودي اللي انا عايز اقولها بقى يا استاذ ابراهيم، سيبك من علاقتك بالاهلي وانك انت ما هو انت هتضحي لحد فين عشان الاهلي، لا انت تصرفك بيتعلق بسعادة وإحباط كام مليون مواطن. كل تصرف بتعمله لازم تحسبها الحسبة دي، أنا اللي هعمله ده بيأثر على سعادة أو شقاء أو المود أو المزاج العام لكام مليون مواطن. أنت في النادي الأهلي، وعندما تصل إلى هذه الملايين أنت بتصلها لأنك في النادي الأهلي. الناس تراك بحجمك. ودي النقطة الثانية، عايزين نفكر مع بعض. معلش أنا يعني الحتة دي تبان إنها طالت، لكنها من أهم الحاجات عايز أتكلم فيها من مدة. هو أنت لما بتيجي بتتصرف جوه النادي الأهلي، المسألة مش مسألة أنا هاخد كام وأدي كام وياما أديت ولكن زي ما قلت لك هي مرتبطة بحجم التوقع. يعني انت ليه بتاثر في عشرات الملايين؟ لان احنا بنرسم صوره ذهنيه كجماهير بقى، واحنا منهم. يعني الذي يرى في عبد القيعي ان هو ده القياده، ده مستقبل الاداره في النادي الاهلي، ده وبعدين يجي عبد القيعي يعمل تصرف يفاجئ به الجماهير. الله 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 الله، ايه اللي بتعمله ده عدلي؟ إيه انتوا اللي رسمتوا الصوره الذهنيه لعدلي؟ لوموا نفسكم، بلاش حجم التوقع
انك انت على طول يا بتسحب الثقه الى اقصى درجه يا بتحط الثقه الى اقصى درجه. خليك بشر، خليك واقعي، بلاش التمادي في التفاؤل والتشاؤم فيما ترسمه من صوره ذهنيه للعبتك ولادارتك عشان تقدر تكون تتحمل الواقع الذي يحدث. طيب ده كلام مهم جدا، لكن هي الاغراض الدفينه في هذه الازمه كانت ازاي؟ خلينا نتفق على انه في حقائق حدثت، محدش يقدر لا ينكرها ولا يقلل حتى من حجمها. ما حدث من كهرباء تجاوز بكل الحدود، بلغ الحد المتوقع على حد ما اللعيبه والجهاز شافه. لكن هل هي المسؤول او هل هو المسؤول كابتن سيد عبد الحفيظ؟ شفت بعض المواقع اعلاميها وصحفيها اللي بينهم وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ مفيش يعني قدر كافي من اللطف والعلاقه الطيبه، بيطلبوه في اي وقت او اوقات متاخره ما بيردش، يبقى مدير الكره دمه تقيل. فكانت الفرصه الحق استاذ سيد عبد الحفيظ. تسمع الناس بتتكلم، طبعا في اطراف اخرى منافسه قالت في الازمه ما قال مالك في الخمر، والفت وفبركت وغنت وضربوا وشلوت وقفة وكلام كتير جدا. واحنا داخلين حد مشجع استوقفني بيقول لي انتوا ليه ما اتكلمتوش على انه فرجاني ساسي اتخانق مع كارتيرون وكسر اوضه اللبس، وليه ما اتكلمتوش على انه حازم امام في خناقته مع فرجاني ساسي؟ احنا مالنا؟ ده اللي احنا قلناه له، احنا مالنا؟ احنا من الاول قايلين يا جماعه كل نادي ينشغل بنفسه وخلافاته وعلاقاته وطموحاته ومشاكله، لكن ان يتحول ما حدث للنادي الاهلي او داخل فريق النادي الاهلي الى قصه يتحدث عنها المنافسون بكل هذه الاريحيه وهذه الفبركه وهذا القدر العالي جدا من المبالغه، دي كانت مساله غريبه جدا. هنا كان في غرض دفين لمحاوله تكسير فرقه الاهلي، محاوله هز استقرار الفريق. طبعا في تربيت مع سيد عبد الحفيظ، فكانت فرصه انه يتقال في سيد كل ما قيل في الازمه، رغم انه زي ما المهندس عدلي اشار حدث الخطا، حدث الخطا خطا فج جدا غير متوقع، واجهه مدير الكره باعلى درجات العقاب، الحد الاقصى من اللائحه. طيب ده مسؤوليه مدير الكره. حد تاني في موقع مثلا او في جورنال المصري اليوم، الهدف ضرب فكره المبادئ والقيم في النادي الاهلي، فيتقال ايه؟ الحق ده سابوا الشناوي ما عاقبهوش عشان محتاجينه فنيا، عشان يلحق يقول لك المبادئ تفصيل. يا سيدي الشناوي لم يعاقب لانه حتى الشهود اللي شافوا المساله الشناوي ما اخطاش، كهربا عوقب لانه هو اللي اخطا، فما كانش التغاضي عن الشناوي علشان سبب فني، ومش الاهلي ابدا اللي بيقف عند شأن فني أو احتياج لما الأمر يتعلق بمبدأ معين أو النظام داخل الفريق. لكن الهدف تكسير فرقة الأهلي، محاولة إشعال أزمة تانية مع الشناوي كانت مكشوفة لأن هي كشفت عن غرض آخر دفين. خلي بالك التوقيت، التوقيت بيشي بكثير من الأمور، توقيت المشاكل طبعًا وتصعيدها طبعًا واصطياد المشاكل وتضخيمها طبعًا. أنت داخل على مرحلة في منتهى الأهمية. صحيح. أنت الآن ربما لا يقلق الكثيرون على الدوري العام، لكن في كل الأحوال أنت داخل على تحدي ربنا يستر عليه في أفريقيا. يعني عندما يوعد فريق بالبطولة من الموسم اللي جاي يوم القدر يحطك في مواجهته. صحيح. عليك أن تقلق. صحيح. فالنبي على الأقل جماهيرنا وفروا لفريقكم أكبر قدر من المؤازرة والدعم، مش بالكلام، يا ريت مش بالكلام، يمكن الصمت. طيب كابتن سيد مدير الكرة أخذ القرار، وأخذ القرار الحاسم والحد الأقصى من العقوبة، بلغوا لإدارة الإعلام عشان تعلنوا، وده حرصا على أولا الحسم في مواجهة مشكلة، ثانيا الشفافية بقدر كافي جدا، وإشعار الجميع بأنه الأهلي لا يتقاعس في مواجهة أي تجاوز أيا كان حجمه. يطلع بقى ناس عندها مشكلة مع صديقنا جمال جبر مدير إدارة الإعلام، فالناس تختزل الأزمة كلها في جمال جبر. ليه؟ قال لك أصل جمال جبر والمركز الإعلامي سرب العقوبة. عقوبة إيه؟ العقوبة حسب ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قالها لي هو كمدير كرة اللي بلغها لإدارة الإعلام وطلب إعلانها، فبالتالي مفيش تسريب حصل.
هنا في نقطة مهمة يا أستاذ إبراهيم. عقوبة بهذا الحجم وإنها تتقال في هذا التوقيت وتعلن، لا يمكن حتى الكابتن السيد هيعملها من تلقاء نفسه، لابد هيكون مع الإدارة الإدارة العليا. الإدارة العليا طبعا، ده موضوع مش صغير، مش سهل. إذن الإعلان عنه وإعلان بتفاصيله متفق عليه، يعني حتى اللي عايز يشيلها كابتن السيد مش هيعرف، اللي عايز يشيلها للإدارة مش هيعرف، اللي عايز يشيلها للأستاذ جمال مش هيعرف. ليه؟ ده سياق واتفاق، يعني لابد يعني الناس تدرك ان الموضوع ده ما اتخدش كده، مش واحد متغاظ دفع وقال، ده اتبلغ لان كان هناك وجهه نظر للاداره ان العقوبه تتحط. ودي بتفكرني زي يوم بالظبط الكابتن عبد الله السعيد، انا بكلم الكابتن الخطيب بقول له طب ما نستنى لبكره ونفكر، قال لا يمكن، ينبغي الاعلان الان، هو مش معانا، لانه ما قال لناش من مده انه مخلص. فخلصت. هو احيانا تكون رؤيه الاداره العليا ان المصلحه ان القرار اتاخذ ويعلن في لحظتها، لانه ما فيش مبرر لا للتخفي ولا للتغافل عن حاجه. هنا كانت الاغراض الدفينه واضحه جدا عند كل الاطراف، لكن الحقيقه المؤكده هناك خطا كبير حدث، هناك عقوبه كبيره صدرت، هناك ظرف يحتاج بالاساس وبالالحاح الى انه الفريق يتلم ويقفل على نفسه ويبص لقدام ويركز في مهامه. لكن ما يخص هذه العقوبه، ما يخص موقف اللاعب، ما يخص مستقبل علاقته، الامر متروك للجنه التخطيط وللكابتن الخطيب المشرف على الكره مع الجهاز الفني. ايضا انا ارى حاجه مهمه يا استاذ ابراهيم. احنا قلنا ان العقوبه الهدف منها الردع. ايوه. اذا كان اللاعب شعر بخطا ورجع واعتذر وتاني يوم اعتذر وسمعت ان هو يعني عرض او فعلا هو كابتن الشناوي قعدوا مع بعض على الغداء، كل دي بتشعرك ان اللاعب ندمان على التصرف، وده احسن شعور ممكن يعني تستفيد من خطا انك تندم عليه عشان يصوب لك تصرفاتك المستقبليه. الكره الان الى حد كبير مع الكابتن كهربا، لان الامور مش هتحتمل التكرار. الامور لابد ان اللاعب يعرف ان انا خطأ، ولما بقول انا متقبل الجزاء هي برضو مش كلمه، هو الله سبحانه وتعالى لما بيقول التوبه النصوحه، التوبه النصوحه اللي هي ايه؟ التوبه التي لا عوده الى تكرار الخطا فيها. فهي شرط ان التوبه تقبل انها تكون نصوحه. ايضا قبول العقوبه وقبول الاعتراف بالخطا هو عشان ما يتكررش، عشان استفيد منه لمستقبلي ولصالحي. كهربا لعيب مفيد بشرط، الشرط ده وصل له ويجب. وبرضه عايز اقول حاجه يا استاذ ابراهيم، ربما الفترات اللي فاتت عودته على بعض التصرفات، لان في المناخ غير المناخ. المناخ غير المناخ. وهنا يحضرني فيديو مهم جدا، كابتن رضا عبد العال، احنا بنتكلم على ذات اللاعب كهربا. كهربا كان في نادي الزمالك، كهربا من ناشئين النادي الاهلي، قضى فتره طويله في ناشئين الاهلي، راح انبي، سافر بره، رجع جه الزمالك، جه النادي الاهلي بعد البرتغال. هنا كهربا كان له وقائع كتيره في نادي الزمالك، كان اعتدنا وقتها انه تحصل المشكله، يحصل تسريب، يحصل نفي، وبعد يومين يكتشف انه اللي اتقال اتسرب كان حقيقه. كل ده لا يعني الاهلي في شيء، احنا بالعكس نتمنى ان لعيبه كل الانديه تكون على وفاق مع ادارتها وتكون على القدر الكافي من الانضباط. حدش ابدا، هم قدوه، حدش ابدا لا بيشجع ولا بيساعد ولا بيقبل انه اللعيبه تخرج على النص ايا كان في اي نادي. لا يا استاذ ابراهيم، قدوه يعني لازم يعرف ان تصرفه ده بياثر على سلوك الاطفال في البيوت. صحيح. لكن هو المهندس عدلي اشار لحاجه، وهو اذا كنت اعتدت على هذا التصرف في مناخ الموقف هنا مختلف، وده اللي قاله كابتن رضا عبد العال امبارح نفكركم بيه. انت كنت بتخرج تدف على الجهاز الفني وتشتم الجماهير وتقلع الفانيلا والكلام ده وتضرب الثلاجه وتيجي الماتش اللي بعديه تلعب اساسي. النادي الاهلي ما بيفكرش فيه الكلام ده، النادي الاهلي ما بيفكرش فيه الكلام ده، النادي الاهلي ما بيفكرش فيه الكلام ده. يعني طبعا احنا واحنا بنسرد ده مش قصدنا ان احنا نضغط ولا نتك بقى على الكابتن كهربا، لكن احنا بنقول كيف يرى حتى الناس اللي هم
احيانا يعبروا عن مشاعرهم السلبيه تجاه الاهلي، ولكنه ساعد في مواجهه الحقيقه بيعترفوا بيها. النادي الاهلي ما ينفعش فيه الكلام ده. احنا كل المقصود دلوقتي ان احنا نخف نرفع ايدنا عن الواقعه. خلاص خطا قابله عقوبه، قبلت العقوبه، دعنا نترقب ما هو اتي ونتمنى ان كل شيء يبقى تمام ونقدر نستفيد من موهبه لاعب موهوب اذا اراد. إذا أراد وإذا قررت لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني مستقبل اللاعب مع النادي، لكن حقيقة الأمر الخطأ الكبير الذي حدث تمت مواجهته بعقوبة هي الأعلى في تاريخ النادي وتاريخ لاعب الكرة عامة، أن يغرم لاعب بمليون جنيه قيمة عقد تقريبا في أندية كتيرة جدا في السنة. لكن كان القرار حاسم جدا وفوري. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ مؤكد انه اصحاب الشأن لهم حرية القرار، ويبقى لنا كثير من الاخبار في الغربال. هو مفيش غير الاهلي بجد؟ هو كل واحد يطالع الجرايد والمواقع يعتقد انه فعلا مفيش غير الاهلي، الوحيد اللي هيعمل صفقات، الوحيد اللي عنده انتقالات، الوحيد اللي هيلعب السنة الجاية، الوحيد اللي عنده قائمة المفروض تتعمل السنة الجاية، الوحيد اللي عنده لعيبة أجانب، الوحيد اللي عنده ناشئين. هو كده تم غض الطرف تماما عن الآخرين، وتم التركيز بكل همة مع الأهلي، والأسباب معروفة. هنقول لكم أبرز ما في الغربال. الأهلي يهدد بمقصلة إفريقيا، تسريح النجوم ثمن الفشل في دوري الأبطال، وأيمن والشيخ وأجاييه ومروان على حافة الهوية، كل دول أساسيين دلوقتي بالمناسبة. اتقوا الله بقى، اتقوا الله شوية بقى، يعني مش كل يوم نفس الكلام ونفس العجن ونفس ال... طيب احنا في نص الدوري تقريبا، لكن علشان نبدأ بقى نصدر القلق، الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط لحسم صفقات الأهلي، ونلاقي برضو حسابات وترتيبات. الخطيب يناقش مستقبل الأهلي مع لجنة التخطيط وبرنامج خاص لتجهيز كهرباء. لجنة التخطيط بالأهلي توصي بتجديد إعارة مارسيلو في الموسم الجديد، لكن كمان المعارون في قبضة محسن صالح، والأهلي يلجأ لفتح سقف التعاقدات الجديدة لمواجهة الأندية الخاصة. تراوري يظهر مجددا في الحسابات الحمراء، عودة ديانج وفتح للقائمة أمام وادي دجلة. نروح سكة تانية، الكعب يقترب من كتيبة الأهلي، والأهلي يرسل مندوبا للمغرب لإتمام صفقة الكعبي. لكن الأمر ما يتسابش كده، ده الزمالك بيعرض مليوني دولار سنويا لتجديد تعاقد ساسي، والأهلي يستطلع رأيه في الانضمام إلى القلعة الحمراء بعد نهاية عقده. ومفاوضات سفيان، في حديث عن المغربي سفيان رحيمي مع الأهلي. إدارة الأحمر ترفض التفريط في أجاييه بعد ما كان في المقصلة، والشحات بدأ تدريبات العلاج الطبيعي، وصالح يرفض تصريح غير جاهز بدنيا، وعبد الحفيظ أثبت العكس في الملعب، أو أثبت العكس، أثبت العكس في الملعب. بصوا يعني الاستهداف هنا لكل اللعيبة، وفعلا لما تشوف احنا بنتكلم على صفقات السنة الجاية، بنتكلم على بطولة أفريقيا السنة الجاية، بنتكلم على الوضع ما بعد بطولة افريقيا اللي الاهلي في السيمي فاينل فيها. كده يا استاذ ابراهيم، ما خلوش ان في لعيب امن في النادي الاهلي، وما خلوش الاهلي امن من اي لعيب. انت شايف الصورة عامله ازاي؟ الحقيقه يعني لا، انا بقول اتقوا الله والله من قلبي، لان يا جماعه انتوا بتاثروا على ناس كتير جدا في البيوت، ناس بتصدقكوا او ناس بتعيش القلق. ايه اللي بتكسبوه من هذا الامر؟ لان انت لما لو الكلام ده بيحصل، احنا كل يوم اثنين وخميس بنقول الكلام ده باسماء مختلفه، بنملى الغربان، بنملى الغربان من هذه الاشاعات او من هذا الغث، هذه الامال. ها نفسهم في كده. طيب ده معناها ان احنا ناس قاعدين ما بنشتغلش، قاعدين بنرغي. يعني الجهاز الفني مع الجهاز الاداري مع شويه اللي قاعدين بيقولوا طول النهار هنمشي مين ونجيب مين، لكن ما فيش شغل بقى. فطبعا ده كلام
يعني لا يحدث الا في مصر. وبعدين الناس اللي يعني يا اخوانا ده ميسي بيبيعوا شرب في برشلونه انشغلوا بيه شويه. حتى انت يا ميسي يعني ما عملش حساب الجماهير اللي عاشت عمرها تعشقه. يعني ايه اللي انت يعني ما اعرفش. وبعدين بقى هو وسواريز ومش عارف مين، يعني النادي فاضي برشلونه ده من كلام الناس كده. فلا جديد تحت الشمس. الحقيقه يبدو ان الاعلام اصبح يفترس الامور لوحده. وليمه، انت قلت وليمه، هي وليمه، كانت وليمه للاغراض الدفينه، وكشفنا كثيرا مما في الغربال. بعد الفاصل كلام مهم جدا وناس هتتمسك من عظمه لسانها. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا فيما سبق وليمه الاغراض الدفينه، وشفنا لا مدير الكره اثر في هذه الازمه ولا اداره الاعلام لها علاقه بالموضوع، لكن كل واحد حب يودي الازمه للطرف اللي هو عايز يوديها له تصفيه لاغراض وحسابات شخصيه. لكن اعتقد النادي الاهلي دايما وابدا قادر على احتواء ازماته، قادر دايما وابدا على انه يسير في الطريق الصحيح. واحنا بنتكلم على الكوره وشؤونها واحداثها، خلينا ننعى اليوم رحيل الكابتن عماد اليماني. كابتن عماد اليماني واحد من الاداريين التاريخيين في كره القدم في النادي الاهلي، رحل بعد معاناه مع المرض رحمه الله عليه. كابتن عماد اليماني لمن لا يعرفه هو صديق قديم. ايوه. كان بيلعب في منتخب مصر هوكي. ايوه. يعني هو لعيب دولي. ايوه. في الهوكي. وكان واحد من ابرع من لعبوا الخماسيات وكرة الصلاة. كان عنده مهارة عالية جدا جدا، وكان دينامو ومكوك. بعدين لما ابتدى يتفرغ للعمل الإداري في النادي الأهلي، كان واحدا من الذين استمروا في العطاء إلى أن أقعده المرض. عشرات السنين راجل رحمة الله عليه إدى النادي الأهلي كل ذرة في عمره وفي صحته. ألف رحمة ونور على الكابتن عماد اليماني. دوري النهاردة في الأسبوع الـ 24، أحمد سامي ابن النادي الأهلي بيقود طنطا في أول مباراة، قدر يتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1، وانتهت أيضا مباراة إف سي مصر مع حرس الحدود 1-1. استعدادا للقاء وادي الدجلة غدا بإذن الله، ريني فايلر المدير الفني اختار قائمة الأهلي اللي دخلت معسكر الليلة. القايمة فيها الشناوي وعلو لطفي ومصطفى شوبير، رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن، وليد سليمان وأيمن أشرف وألو ديانج وأليو باجي ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري. والثلاث أسماء الأخيرة من الوجوه الشابة شكري وعربي بدر ومحمد فخري، من العناصر الواعده جدا. ومعاهم مصطفى شوبير. ومعاهم مصطفى شوبير. لكن عايز اقول لك حاجه، يعني انا شايف في غلطه في القائمه هنا. ومش قالوا بادي هرب. ديانج. قالوا ديانج. قالوا ديانج. قالوا ديانج مش هرب. هرب راح طلع باسبور وجه. وصل النهارده ودخل القائمه. لكن القائمه خرج منها برضو صالح جمعه، وصالح جمعه لانه ريني فايلر حاطط له برنامج خاص لانقاص وزنه، يعني لسرعه تجهيزه. شفته لما الاسبوع اللي فات الراجل اداله وبدات المساله تفك شويه على اساس انه يتم تاهيله بشكل بدني، وكلامه ايجابي عنه. يعني فخلينا ننتظر ان شاء الله انه الفريق يستكمل كل قوته تباعا علشان يحسم بطوله الدوري، وعلشان كمان يدخل البطولة الأفريقية أو المعترك الأفريقي في الخطوات القادمة أو الأدوار المهمة بإذن الله بكل قوته. تناولنا الأغراض الدفينة وكشفنا كثيرا ما في الغربال، لكن في النهاية كل واحد يتمسك من عظمة لسانه. لعن الله من أيقظها. هذه الفتنة النائمة، وانا مش عارف ليه اعلامنا بجد حريص على اشعال فتن جماهيريه كتيره، والناس مش واخده بالها
الامر لا يتعلق باداره الزمالك واداره الاهلي واداره اتحاد الكوره. المسائل على المستوى الشعبي يا جماعه بتنغص معيشه الناس، بتنكد حياه ملايين من الناس. بالظبط كده، الناس لازم تبقى فاهمه. يعني المهندس عدلي اشار من شويه، الانسان اللي بيلقي بالكلمه كده ولا يلقي لها بالا، مش واخد باله ان هو بيعكر مزاج ناس، بيكيد ناس، بيضايق ناس، بيخلي ناس تبات فعلا متضايقه لانه بيحب هذا النادي او ذاك. ليه ما تقولوش الحقيقه؟ ليه؟ ليه ما يبقاش في حرص على المصلحه العامه؟ قلت لكم من شويه لا احنا معنيين ان احنا نصدر مشاكل لاي نادي، ولا معنيين ان احنا نعمل سبوت على خلافات داخل اي فريق، بس لو عملنا هتلاقي الدنيا بايظه خالص. لكن لا ده اعلام مسؤول، ولا ده توجه النادي الاهلي، ولا ده طبيعه البرنامج. فنتمنى انه كل واحد ينشغل بناديه، كل واحد فيكم عنده اللي مكفيه. مش معقوله كده باستمرار البحث والتنقيب على اشاعات، على بث مشاكل، على اختلاق قصص وحكايات، ومفيش حد بيتعلم. اللي ما اتعلمش من درس رينيه فايلر ما اتعلمش، لانه بمجرد ما الاهلي طرح اسم فايلر، لو تفتكروا طلع كل الناس شككت وقالت لك ده ما عندوش فكره، ده مدرب صغير، ده ما عندوش خبره، الاهلي استرخص، الاهلي كلام كتير جدا. اول ما جه الراجل ولعب كام ماتش كويس قوي، الناس قالت واو ايه ده، وبدات الناس حتى اللي كان غلط وعاب مش قادر يعتذر. الراجل سافر في ازمه كورونا، قال لك لا 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 مش جاي خلاص، لا ده انتهى. ده ابتدوا يلوموا الاهلي انه ما بيجددلوش غير سنه واحده. اه يعني شوف التناقض من ايه لايه. المهم، وهو انت فاكر ان هم كده يعني خلاص سلموا بالنسبه للفايلر، مع اول كبوه زي ماتش الزمالك كده شفت الناس عملت ايه معاه. احنا يعني خلاص بقينا صعب جدا، وبقينا واضحين قوي في الشخصنه، في وضوح. يعني انت لما تشوف يعني معقوله في برنامج او في قناه هي تطلع علشان تتكلم على الاهلي بس، ومش الاهلي، على سلبياته، وتبتكر له سلبيات مش سلبيات موجوده. وبعدين يا باشمهندس الدوري، رجع الدوري والناس انبسطت، ولما رجعوا الناس انبسطت كله شكر جهود اتحاد الكوره وجهود السيد الوزير، ومحدش اتكلم على الموقف المسؤول بتاع النادي الاهلي انه من البدايه قال يا جماعه المصلحه العامه تقتضي ان الدوري يرجع. انت عارف يقولوا ايه دلوقتي يا استاذ ابراهيم؟ بعد كل ماتش في استوديوهات التحليل، ازمه كورونا دي احنا بنشكرها، وعوده الدوري ادى فرصه ان يبان ان عندنا قاعده من الناشئين الموهوبين جدا، شفنا اسماء هائله. هي دي المكاسب اللي الناس عماله لحد دلوقتي يتنبط، انتوا رجعتوا الدوري عشان تدوا الاهلي بطوله. هو حد بيدي الاهلي حاجه يا عم؟ انت هو الاهلي بدراعه وكسب الماتشات، هو الاهلي متصدر عشان هم رجعوا الدوري، ولا هو متصدر علشان في الدور الاولاني خد العلامه الكامله؟ يعني الكلام اللي المهندس عدلي بيقوله ده انا سمعته قبل كده، هم رجعوا الدوري عشان يدوه للاهلي. ما نسمعه ونشوف مين اللي قاله، لانه تقريبا مش المهندس عدلي، انا سمعته من حد تاني، نشوفه. دي مأساة حقيقية، علشان تيجي تحرم ست لاعبين تحولت بكلام اتحاد كرة القدم ولجنة الطبية من إيجابية إلى سلبية وتبعده، فده بيأكد يا أحمد إن إحنا فعلا عايشين دوري اللي يحب النبي يزق، وكله وبيدفع في اتجاه واحد يروح فيه الدرع. إحنا قلنا بالأول عايزين تدوا الدوري الأهلي، ادوه الأهلي، لكن المشكلة في اللي جاي، إحنا هندفع تمن ده خمس ست سنين جاية. والله مأساة يا أحمد، أنا حزين جدا على الكلام اللي بيقول. لسه بقول لك النادي المصري مظلوم من الاستبعاد على أرضه 7-8 سنوات لحد النهارده، حرمت مدينة كاملة من إنها تتابع فريقها أو تقعد وراه في أي مكان، والنهارده كمان جايب تخنقه في مسألة كورونا. طب أنت ليه ماتش انسحاب المصري؟ إذا أنت مقتنع إن عنده ظروف قهرية، طب وسط بتلعبوا عنده يا فندم أحمد عادل. أنا لسه قايل أحمد عادل الشيربي ميسي كان أول إمبارح، ربنا يحمينا الأهلي وأسرته علشان مباراة كرة القدم. وبعدين أنا عايزك تانية خالص، يعني كلنا ما عندناش مبادئ، النادي الاهلي عنده مبادئ. النادي المصري لجأ للنادي الاهلي، اتحاد كره القدم قال له التاجيل مش عندي، مش في ملعبي. اتكلم مع الاهلي، اتكلم مع الاهلي، قول له ولا تاجيل دقيقه واحده يا جماعه، دي كوره، هو احنا في حرب. سبحان الله. بقول لك مش كلامك. لا الاستاذ صبحي الحقيقه انا اصلي اعرفه من زمان، واحد مختلف، اعرف واحد ما علينا يعني.
انما التحامل على النادي الاهلي ورجع للنادي الاهلي، هو الزمالك لما رجع ولعب الدوري مش ربنا كرمه وكسب البطوله الخاصه بينه وبين النادي الاهلي؟ وقال لك انا رجعت عشان اكسب البطوله دي، يعني قال لك هو ده كان هدفي وهو ده ماشي ماشي. طب هو الزمالك مش طلع اثنين ناشئين ولا ثلاثه ناشئين؟ مصر كلها بتقول الله ينور. ها هو النهارده مش في لعيب اسمه احمد عادل على ما اعتقد في بيراميد فيرود هايل جدا من الناشئين؟ مش في كل نادي ابتدى نشوف مجموعه ابراهيم عادل. ها ابراهيم عادل. ابراهيم عادل الناس انا شفته لعيب كويس قوي. المساله خلينا نشوف الايجابيات اللي تحققت. وبعدين تخيل بقى ان احنا كنا لغينا الدوري اللي فات، ها وبنلعب بقى دلوقتي وقال كمان شهر في الدوري الجديد، ايه الفرق يعني؟ كنت هتلعب وماتشات وبرده كورونا وبرده مضغوطه وكل حاجه، لكن هي الفكره كلها بالعكس بقى للي عايز بيقول لك انتوا رجعتوا الدوري عشان تدوا بطوله للاهلي، ده انتوا اللي مش عايزين ترجعوا الدوري عشان الاهلي ما ياخدش بطوله. الموضوع معكوس تماما. وعلى اي حال لا الاهلي خد البطوله لسه، انما اللي انت عايز ترمي الفوطه بدري التحور ده موضوع يخصك. لكن احنا بنقول انا وانت واللي زينا واحنا كنا بنقول كده واحنا في الموقف المعكوس، الدوري في الملعب. الدوري في الملعب، لكن الفتنه ملعونه. يا جماعه الاهلي مع المصري كفايه اللي حصل. كفايه بجد يعني. وكان بسبب افعال زي كده. النادي المصري عنده معاناه بقاله 5-6 ماتشات. وتأجلت له مباراتين وعنده نقص في الصفوف وعنده إهمال في جزئية كورونا وعنده جهاز فني اتغير، كل ده الأهلي ماله؟ فجأة يتقال أصل اتحاد الكرة أجبر المصري إنه يلعب ماتش الأهلي بالعافية عشان الأهلي يكسب. ما هو الأهلي بيكسب بعرقه ومجهوده بسين بصاد بيكسب كورة. لكن إيه فكرة إن أنا بأور صدور جماهير المصري اللي مش ناقصة أصلا تجاه الأهلي بسبب مثل هذه الافعال وهذه الكلمات؟ على فكره اللي بيقوله هو باستمرار الحقوا، قال لك اصل الاهلي المصري قال للاهلي عايزين ناجل، فالاهلي قال له ولا دقيقه واحده. ما حصلش. ايه الكذب ده؟ ايه الكذب؟ ايه الكذب والتصديق دايما وابدا كل النفوس بهذا الشكل يا جماعه؟ ليه كده؟ كفايه اللي عند الجماهير من احتقان. ما يصحش. ما تخلي اتحاد الكره يطلع يقول انا وافقت على تاجيل مباراه الاهلي والمصري والاهلي ما رضيش. خلي اتحاد الكره يقول. لكن هرجع اقول لا هو تستناني بس رجعت الدوري لحظه. هو اللي يقول كلامه خلاص مش الناس عندها عقول؟ مش في نظام؟ هو اتحاد الكوره هيستاذن الانديه؟ اتحاد الكوره لو يرى ان المباراه تستحق التاجيل، الخلاف بين المصري واتحاد الكوره بس، لو هو الاتحاد الكوره اجل المباراه كان الاهلي هيقول انت اجلتها ليه؟ هيقول له عشان 1 2 3 4. ما كانش يقدر الاهلي يحتاج طبعا. فإنما الاصطياد بقى الاصطياد بالهدف الخفي يا جماعة، انتوا بتعبسوا بأرواح الناس بقى مش بمزاجهم كده، العبس بأرواح الناس وبمصالحهم. لأنه أنا لما أقول الدوري اتحاد الكرة رجع الدوري عشان الأهلي، يجي الرد من الوزير الدكتور أشرف صبحي عشان نشوف مين رجع الدوري وعشان مين. انا ببارك للمنظومه الرياضيه المصريه ومنظومه كره القدم على الحمد لله يعني بدايه الدوري، لان الدوري وكره القدم عنوان كبير جدا للرياضه المصريه، والرياضه كمان يعني عنوان كبير جدا مع غيرها من الانشطه اللي يعني مجلس الوزراء كان يعني مدقق ومتدرج ودارس من خلال لجنه الازمات برئاسه دوله الوزراء في الحقيقه لدراسه كل حاجه بدقه وما يرتبط بجائحة كورونا. ويعني احنا عندنا الحمد لله عودة الطيران، عودة السياحة، كمان عودة النشاط الرياضي. صحيح. كلها صور مهمة جدا جدا جدا. في تحدي، كان في تحدي يعني في رؤية، في رؤية، لكن يعني هو عمل الأصل بتاعه هو عمل يعني حكومي وفي مجلس وزراء بيرى وفي اتخاذ قرار وفي منظومه كمان. يعني اكيد لو يعني كان في سياق
لرأي ومش هنعرف تاخد قرار، رأي معين بعين مش هنعرف تاخد قرار يعني. ايوه ايوه. لكن يعني صراحة يعني في الاخر لما بتكون في حاجة وفيها مصلحة وطن كل الناس بترجع لده. واعتقد ده اللي تم. طيب ده مسؤول وزير مسؤول عن الرياضة في مصر والشباب بيطرح ان دي رؤية دولة. الجدل في ايه؟ طب انا اسأل سؤال، هو لو ما كانش الدوري رجع اهلي وزمالك وبيراميد وفي البطولة الافريقية كان هيلعبوا ازاي؟ واللي في البطولة العربية كانوا هيلعبوا ازاي؟ يعني ازاي يعني؟ يعني كان نروح نلاعب الرجاء والوداد من غير دوري ازاي يعني؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه دي رؤيه دوله وملهاش علاقه بكره القدم. الباسكت بول بتتلعب، تحس كندري خد بطوله، صحيح خد بطوله اهو، مش الاهلي بقى. ايوه يعني وهتتلعب البطوله الثانيه بالصدفه بين الاهلي واتحاد كندري. الكره الطايره رجعت، مسابقات الناشئين كره اليد بتستعد لكاس عالم، مسابقات الناشئين في كره اليد اللي عماله، انت بتستعد لكاس العالم لكره اليد، تقول للناس انا مش قادر العب كوره؟ يعني هي دي الرساله اللي انت عايز توصلها للعالم؟ فين المسؤوليه؟ ما هو اصل الكلام ده يختزل وبعد شويه نعمل زي ايه التهجير، والاهلي ما استضافش الاسماعيلي. ايوه ونقعد بقى تهزي الكلام والاكاذيب الكذبه التاريخيه. واجيال ما حضرتش كابتن سيد بازوكا حلف لهم طلاق انه ما حصل. الراجل حلف بالطلاق صاحب الشقه. والله ارجوكوا شيء من المسؤوليه، شيء من المسؤوليه. لكن هي كل شويه تظهر حاجه تفكرهم بغنوه الدوري، وكل ما يحصل ترتيب متاخر. الزمالك لما يقرب بعد ماتش الاهلي والزمالك طلع كابتن جمال عبد الحميد قال لك الدوري في الملعب، وهو في الملعب، وهو في الملعب. والاهلي ما قالكش ان هو مش في الملعب، لكن اول ما تقرب يبقى في الملعب، اول ما تبعد يبقى الاهلي هو اللي رجعه. هي حسب المزاج. زي ما بالظبط استجدت ازمه القيد الافريقي، وهنا اقول لكم القصه ايه بالظبط. الانديه اللي من الدول ال 12 في افريقيا، تعرفين ان التصنيف اللي الاتحاد الافريقي عامله حسب النقاط اللي واخداها أندية كل دولة، في 12 دولة بالترتيب، مصر أولهم. الدول ال 12 دول كل دولة فيهم لها مقعدين في دوري الأبطال الأول والثاني، ولها مقعدين في الكونفدرالية، ثالث الدوري وبطل الكاس. دي الواضحة واللي ثابتة. إحنا دلوقتي الموسم لسه ما انتهاش بسبب كورونا. في دول قدرت تحسم مسابقاتها المحلية وحددت الأطراف اللي هتمثلها، وفي دول لغت المسابقة المحلية فبالتالي هتاخد بالسنة اللي قبلها، وفي دول لسه شغالة زينا وزي المغرب وزي تونس. طيب الاتحاد الأفريقي حدد مواعيد للموسم القاري الجديد، قال إنه آخر ميعاد للدول تسمي أنديتها 20/10، 20 أكتوبر اللي جاي. يعني من دلوقتي قدامنا شهر و20 يوم، حوالي اقل من 50 يوم. المده دي غير كافيه ان الدوري يخلص، لكن في امل انه فتره التوقف اللي كانت هتبقى فيها تصفيات افريقيه، الاتحاد المصري يطلب من الاتحاد الافريقي تاجيل الفتره ديت بحيث يتمكن من حسم جزء كبير جدا من الموسم المحلي بتاعنا. السنه اللي فاتت كان عندنا نفس المازق، عشان مشاركه منتخب مصر الاولمبي ودوره الالعاب الافريقيه وقبلها كاس الامم الافريقيه، المهندس هاني ابو ريده قدر يجيب استثناء، كان وقتها رئيس اتحاد الكوره، يجيب استثناء من الاتحاد الافريقي. الامل ان الاستثناء ده يجي السنه دي، ولو ما جاش هنفتح الباب للقيل والقال وللظلم، للظلم، لانه بدات نغمه تمشي. ما تاخدوا اطراف السنه اللي فاتت، اطراف السنه اللي فاتت اصحاب المصلحه السنه دي يعملوا ايه؟ طيب انت عندك الاهلي، عشان ما نتهمش ان احنا نتكلم، في كل الاحوال الاهلي مكانه والحمد لله محفوظ، هو اول الدوري حامل. يعني لو هتاخد السنه اللي فاتت هو حامل اللقب، هتاخد السنه دي هو اول الدوري والاقرب للدرع ان شاء الله، فبالتالي ما عندوش مشكله. بس الظلم فين بقى؟
الزلمه لاقي فريق زي المقاولين ماشي تاني وفترات تالت، عنده فرصه يشارك في دوري الابطال او على الاقل في الكونفدراليه. لو خدنا السنه اللي فاتت وهيتقال اصل المهندس هاني ابو ريده عملها عشان المصري، لانه المصري اللي في ترتيبه متاخر قد يتهدد هيسمح له بالمشاركه في الكونفدراليه. فانت اديت حد مش حقه بصراحه. بشكل واضح وصريح. بيراميدز عنده فرصه يلعب في دوري الابطال. هتدي الزمالك وهتظلم بيراميدز. ده عدل؟ لا مش عدل. العدل ان انا احتكم للموسم المهندس هاني ابو ريده بعلاقاته الافريقيه وبحق مصر الطبيعي الحقيقه، لانه انت مبدئيا بتتكلم في 2010. لسه البطولة في نوفمبر بعديها في كل حاجة الفورس ماجير أو الظرف القاهر. آه هو ده الظرف القاهر على مستوى العالم. بالظبط. مش إحنا بنبتكر وضع. بالظبط. لا طبعا هيتحل الموضوع بإذن الله. أي حد منصف هيحله، مش منصف، أي حد مسؤول وحاسس بالمسؤولية. بالظبط. وعايز يدير مسابقات بشكل الناس تقول ما هياش موجهة، إدارة موجهة، هيجد حلول. طبعا هيجد حلول باذن الله. وزي ما حصل السنه اللي فاتت، انت بتحط بس في القرعه ايجيبت 1 اللي هو اول الدوري المصري، ايجيبت 2 ثاني الدوري المصري، و 3 و 4 في الكونفدراليه. خلص الموسم هتسقط مين اول ومين ثاني؟ الاسماء بس. مش فارقه الالف لام الف ايه؟ اكواد ولا بالظبط. انت بتحط كود يعني يا عم والنبي. آه. عشان خاطري. فما تصعبوهاش. لا هو بياخدك في هيصه. اه. المهم بيخلق لك نقطه جدليه وكانه الناس اللي بتلعب السنه دي ليس لها حقوق. صحيح. اما الزمالك لو طلع السنه دي النهارده ممكن نحس شويه كده مين اللي هيبقى الثاني حسب نتيجه المباراه اللي تنتهي. ماتش النهارده هيقرب. في ماتشات كتيره، انت لسه بتتكلم في ماتشات كتيره رايحه جايه، بس في النهايه احفظوا لكل الاطراف حقوقها الطبيعيه. نتمنى ان اتحاد الكوره اللجنه اللي موجوده اللجنه الخماسيه تسعى مع المهندس هاني ابو ريده ان شاء الله والاتحاد الافريقي علشان نبدا ناخد بنهايه الدوري المصري وكاس مصر باذن الله. الكاف حدد الفتره الاولى زي ما قلت لكم من 21 اكتوبر حتى 5 نوفمبر القادمين، والفتره الثانيه من 6 نوفمبر ل 19 نوفمبر، ده فيما يخص القيد. الدور التمهيدي من 21 ل 22، وده ضبط بقى المسابقات الافريقيه. تخيل ان دوري ابطال افريقيا هيخلص في شهر 7، هيبدا في 11 ويخلص في 7. المرجحه بتاعت لنهايه السنه ما عادش خلاص. كورونا جابت نتيجة إنه هيقدر يضبط الجدول. هيبدأ الدور التمهيدي 21 نوفمبر، دور الـ 32 من 11 ل 13 ديسمبر، النهائي بتاع دوري الأبطال 17 يوليو. يوم 17/7 يختتم دوري الأبطال. ده ما يخص دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في نفس الوقت. دوري المجموعات هيكون البداية من 12 و13 فبراير، والجولة الخامسة والأخيرة منه هتبقى في 10 و12 إبريل. إذن موسم قاري منضبط جدا، نتمنى إن شاء الله إنه كمان الأندية المصرية تخشه وهي مستوفية الموسم المحلي بتاعنا إن شاء الله. قلت لكم في بداية الفقرة رينيه فايلر دليل إدانة كبير، ولا زال الحقيقة مع كل مباراة هتلاقوا مد وجز، لكن فايلر رايح جاي. اول ما الاهلي تعاقد معاه كان الزميل ابراهيم فايق شايف فايلر عامل ازاي. رينيه فايلر عند ابراهيم فايق قال لك ده بطيخه، وده فعلا بطيخه، محدش عارف هينجح ولا مش هينجح. لكن بدانا الفقره او بدانا الحلقه كمان النهارده بوليمة الأغراض الدفينة. ووليمة الأغراض الدفينة اللي أشرنا إليها بكل تفاصيلها أزمة كهرباء. أزمة كهرباء اللي حصل حصريا لملك وكتابة وعلى شاشة الأهلي محمود كهرباء يوجه اعتذارا صريحا للأهلي وجماهيره. نشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حابب أعتذر لزمايلي وأخواتي والفريق كله، وأعتذر للشناوي أخويا الكبير والجهاز الفني من أصغر واحد لأكبر واحد، وأنا متقبل العقوبة. أنا ابن من أبناء النادي وتحت أمرهم في أي وقت، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرم الفريق بإذن الله الماتش الجاي، وإن شاء الله كده بإذن الله نقدر نفرح الجمهور بالدوري وأفريقيا بإذن الله. أهم حاجة إن شاء الله أفريقيا بإذن الله نفرح بها الجمهور كله بإذن الله. أنا واحد من الجمهور، إن شاء الله بإذن الله نفرح.
اتفضل يا باشمهندس. يعني انت كنت مكتم المفاجاه دي للناس الى ان اتفضل. ما هو حسن انفعل يعني، والناس كلها كانت عايزه تطمن منه، هو قبل العقوبه حس بغلطه واضح يعني. اتمنى ان هو يستفيد اكتر، يكون اكتر المستفيدين من المشكله اللي حصلت. لعيب يعني اذا ركز هيبقى لعيب مهم جدا في مصر، مش بس في النادي الاهلي، يحتاجه النادي الاهلي الفتره القادمه، لكن هذا لن يشفع له اذا خرج عن النص. اذا خلينا نقول الكره كانت في ملعبه، وهو بمهاره شديده عرف يرجع الكره يستوعب الكره، يتعامل معاها كما ينبغي. طيب. ان هو يعتذر وعلى الهوى ويبعت لك حاجه تتقال على الهوى مهم. ده اعتذار كهربا الصريح لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي ولكل مسؤوليه عن اللي حصل. صدر منه هذا الخطا الفادح، تم عقابه العقاب الرادع، اعتذر. والامر في النهايه زي ما قلت لكم احنا بنقول قرار، مش بنقول قرار. من ابراهيم فايق انه قال زي البطيخه، ما ده واقعيه. هو الراجل كان شايف، انا ما مش عارف هو بطيخه فعلا خلاص يعني، بس طلعت حمراء الحمد لله وطعمها كويس يعني بعدين. طيب. لما يعني على السكين هي يعني. طيب هل ده كان كده مع الزميل هاني حتحوت وقتها كان كده ولا لا؟ نشوفه برضه. لانه في الاخر الاهلي اعلن بعد ما اجتمع بيه واجتمع مع ناس كتيره قوي وقرا سيرا ذاتيه كتيره قوي، وبناء عليه الحكم بان الراجل ده مش هينجح حكم متسرع جدا، وفي نفس الوقت الحكم بان الراجل ده هينجح ما ينفعش انت اللي تقوله. اللي يقوله هو مسؤول الاهلي ان هم اجتمعوا بيه وشافوا، لكن انت من حقك انك تشك او تقلق. ليه؟ لانك بتقرا سيره ذاتيه، والسيره الذاتيه بتاعت الراجل مش سيئه لكنها اقل من الاسمين اللي قلناهم واقل من اسماء كتيره طرحت في الفتره اللي فاتت. وبناء عليه الفقر بيتسم بالذكاء والدهاء والسرعه، وبيتسم بان هو ممكن يعمل حاجه انت مش متوقعها، فممكن تعتبر ده، ممكن تعتبر من الناحيه الثانيه ان الفقر صغير. فهل هذا الرجل السويسري اللي خد دوري في الفترة الماضية مع أندرلخت البلجيكي واللي درب تريزيجيه فترة قصيرة قبل ما تريزيجيه يمشي هينجح في أنه يقود طموحات الأهلي لتتويجات محلية معتادة على الأهلي وإفريقية غابت عن الأهلي من سنة 2013؟ ده اللي الناس كلها مستنياه، أو جمهور الأهلي كله مستنيه، وشوية بيشعر بالقلق بعد ما الجبل توقع الناس أنه يخرج منه أسماء أعلى شوية. يعني برضو كلام مقبول يعني لحد دلوقتي، قال لك من حقك تقلق لكن ده مش معناه انه مش هينجح. لكن في سيفيهات على فكره من ضمن السيفيهات اللي كانت مطروحه علينا، الراجل اللي مرن برشلونه ده يعني وفشل ذريع، برشلونه فرط منه اهو. صحيح. مش بالسي في على فكره، مش بالسي في، لا بالسي في ولا بالسي دي، هو انك انت تبقى تملك الشخصيه اللي تستطيع ان تكون مقنعا للاعبتك وتمشي في المناخ اللي انت رايح تتحمل مسؤوليه فيه. حتى الان الدنيا ماشيه كويس باذن الله. طيب البطيخه اتفتحت طلعت حمراء في ماتش السوبر، الاهلي كسب، بدات الناس تتكلم على انه فايلر لا حاجه مختلفه. انا ليه بقول لكم فايلر دليل ادانه للاعلام الرياضي بمختلف اتجاهاته؟ لانه كده مد وجزر كل يوم بيوم. اول ما نجح رينيه فايلر هقول لكم بعض النماذج الصحفيه. طلع الاهرام المسائي قال لك رينيه على خطى العظماء، ضربه البدايه تمنحه التثبيت وطريق هاريس وجوزيه في انتظاره. طيب وكمان الاهلي فيرست كلاس، الخبراء بيقولوا للاهرام المسائي فايلر نجح بامتياز وعلامات استفهام على ميتشو. الاهرام الاهلي سوبر مصر، فايلر المفاجاه تلاعب براس الذئب ميتشو وترك بصمته بثلاثيه. وكتب ممكن افكرك بحاجه في الماتش ده بس 3-0 والناس قالت لك هنعمل سكور عالي جدا. الشوط الثاني ضربتين جزاء وفي للزمالك يعمل منها جولين، وفي ضربه جزاء مؤكده للنادي الاهلي في نفس المباراه وبنفس الحكم اللي قدر يحسب ضربتين جزاء على فريق ولم يعطيه حقه في ضربه جزاء. النتائج لو تمشي بشكل طبيعي الهدف. النتائج لو تمشي بشكل طبيعي ها
تفتح كتير طبعا. لكن للاسف الشديد التحكيم يعني بتوفيقه قد يقودك هنا او هناك. وكتب صديقنا العزيز محمد سيف: فايلر بقى فاير، لاعبوا الاهلي مع فايلر بقى مزاجهم عالي جدا. نسمع الناقد الرياضي محمد سيف. فايلر بنقول ايه؟ بقى فاير، بقى فاير. شوف زي ما حضرتك في الاول قلت ان اي حاجه ما بنحكمش عليها الا بعد فتره. فشيء طبيعي. لو سالت انت اي حد في كره القدم هقول لك مش هحكم على اي مدرب الا بعد 7 أو 8 ماتشات 9 ماتشات. ليه؟ عشان يكون تعرض لكل الظروف. لكن عارف انت بقول لك الجواب بيبان من عنوانه. ايوه. تحس ان في حاجه جديده حصلت مع فرقه النادي الاهلي، اهمها ان الراجل بقى عنده تشكيله اساسيه او هيكل اساسي، وبعدين ممكن اشيل عنصر واحط عنصر وفقا لمستوى المباراه. وزي ما انت حضرتك كنت بتتكلم على التشكيل بتقول ايه؟ خلاص يكاد يكون معروف. يعني ممكن اسمعه لك دلوقتي على الغايب. اعمل كده ده حقيقي. اسمع تشكيل النادي الاهلي. دي تحسب ليه. بالظبط. الحاجه الثانيه ودي الاهم في نظري، انك انت تحس ان لعيبه الاهلي بقت تنزل تلعب وهي نفسيتها يعني ايه؟ ليهم نفس يلعبوا. يعني تعرف لاعب نازل عنده مزاجه عالي، مزاج عنده رايق انه عايز يلعب كوره، ولاعيب الكوره طالما دخل الملعب وهو نفسه مفتوحه للعب خد منه اكتر مما تتوقع له. ولاعيب الكوره لما ينزل الملعب وحاسس ان هو فريش مبسوط، يعني انت عارف انت بيكون واحد كده ايه مثلا شارب فنجان قهوه على الصبح مبسوط كده او شارب شاي ساده، ده مدير فني، ده مدير فني، ده مدير فني، ده شغل مدير فني. ما هي نفس اللعيبه. ايه اللي جد على النادي الاهلي في تشكيله الاساسي عن ايام اخونا لصارتي او كارتيرون؟ يعني كل النقاد شافوا ان فايلر قدم اوراق اعتماده وان هو مختلف وان الاهلي معاه مختلف، وافاض يعني الكابتن محمد سيف انه قال اللعيبه عندها مزاج عالي وفريش وكله حاسس بالعداله وكله نفسه مفتوحه وكله نفسه يلعب، وده نجاح للمدرب اللي هو هو بعد كده هنبتدي نشوف كيف تعامل معه الاعلام. لما سافر لجائحة كورونا زي كل الناس سمعنا كلام تاني خالص. انتوا بتراهنوا ليه رهان شديد جدا على مساله عوده الدوري؟ يعني احد الاعلاميين الكبار برضه مستضيف وزير الشباب في مكالمه ولا حاجه من يومين، وكل قضيته وده يكسب الجوله مع وزير الشباب وينتزع منه تصريح بان الدوري راجع، لدرجه ان البعض فهم ان الدوري بالفعل راجع. بقول لهم لا، الدوري مش راجع ومفيش دوري، بدليل انه النادي الاهلي نفسه طول اليوم بيتمسك بعوده الدوري، وبالليل فايلر بيمشي بياخد اجازه 15 20 يوم. راح سوسه. طب رايح لا خلي بالك مش راجع. يعني على طريقه بقى اللي بيعملوها في قناه البتاع والجرايد بتاعتهم، مش راجع. الراجل عنده عرض ومش مقتنع بالبقاء في النادي الاهلي، وحط شروط ماليه صعبه جدا تتحقق في الظروف الحاليه. وكان في خناقه عليه. الراجل رفض التمديد ورفض التجديد، لذلك هتلاقي الفتره اللي جايه حرب على فايلر. الحرب اللي اتعملت على الناس بتوع السوشيال ميديا اللي قال عليها ايهاب هتتقلب لمدرب الاهلي. طب انت هتجيبه منين؟ وعايز تستعمل الدوري بعد اسبوعين ثلاثه ازاي؟ وانت بتقول لمدربك امشي. يا فتحي مبروك هيسخن مثلا؟ يعني الدوري مش راجع بدليل ان فايلر خد اجازه وطلع ومش راجع. مش راجع ومفيش دوري ومفيش فايلر والجمهور والناس هتتقلب على فايلر. ده يدلك على التفكير الممنهج اللي بيجهز لحاجه. انك ازاي تقلب الدنيا على الراجل ده في حاله عودته. وبعدين الثقه الهائله اللي بيتكلم بيها اي مصدر اي اعلامي النهارده انه يقول لك طلب مبالغ كبيره مش هيقدر عليها النادي الاهلي. ثم يجي الراجل يجدد من غير اي تعديل في راتبه. يعني طب مين اللي نقل؟ شوف اللي قال الخبر غالبا حد نقله له. طب اللي نقله له جابه منين؟ وانا اقوله بدون تيقن ليه؟ يعني طريقه تداول الاخبار برضو عايزه مراجعه يا استاذ ابراهيم. هو بص، هي المشكله الكبيره كله بيتكلم يبقى عنده معلومه قد كده يبني عليها قصه قد كده، وعايز كل الناس تصدق اللي قد كده رغم ان المؤكد عنده اللي قد ديت. المؤكد انه عنده نبت، لكن الباقي ده استنتاج او تفسيرات. لكن هو برضه برنامج
سواء على السوشيال ميديا او في الاعلام غير لما اقول لك خدوا مني. ايوه انتوا انا معودكم اللي اقوله خدوا منه وتاخد منه ما تلاقيش في حاجه. لا ممكن يصادف ان يطلع كلام صح وفي ناس منهم بتجتهد بالفعل. هو انا يعني بتعرض الناس كتير بتسالني طبعا انا اذا كنت هتحفظ غيري ممكن ما اتحفظش لكن انا بادرك حجم المجهود اللي بيعمله الاعلامي عشان ياخد معلومه. ايوه انما هي الفكره كلها انك انت يعني تقعد تقول طلب مبلغا مش ده مثلا خبر لا يمكن لا يمكن يكون صح لان مين مصدرك فيه؟ مين اللي هيقول لك فايلر قاعد مع الكابتن الخطيب وطلب فلوس؟ الا اذا كان الكابتن الخطيب. ما هو مين او فايلر لا ده هيتكلم ولا ده هيتكلم. يبقى انت جبتها منين دي؟ انا بديك مثل بس سريع كده. ما هي دي اشكاليه الاسبق والاصدق بقى. عايز تبقى الاسبق ولا الاصدق؟ هي دي المشكله. هي ماشيه الاسبق لحد دلوقتي. طيب جيري نيفايلر لقينا الاهرام المسائي وقتها الاهلي يبحث عن خليفه فايلر سرا. مفاوضات مع ماميتش والسربي يطلب 3 ملايين و500 الف يورو راتب واتصالات سريه مع عماد النحاس لقياده المسؤوليه بعد دوري الابطال. طب هو فايلر عامل ايه مع الاهلي؟ ده كشف حسابه لغايه المباراه اللي فاتت مع المصري. لعب مع الاهلي الراجل لغايه دلوقتي 36 ماتش. في 4 بطولات مختلفة، دوري وافريقيا وسوبر محلي ومرتين وكاس مصر. فاز الاهلي مع فايلر 28 مباراة وخسر مرتين 2. من 28 مباراة خسر مرتين 2. 28 فوز، 6 تعادل، 2 هزيمة. في ال 36 مباراة. هزيمتين في 36 مباراة. وسجل الاهلي مع فايلر 78 هدف واستقبل 16 هدف. منهم هدفين اعتباريين. التفاصيل الدوري 23 مباراة الأهلي بيتصدره ب 62 نقطة لكن في نظر الناس إنه فاشل. مع إنه عنده 62 نقطة ويتصدر. عنده 20 فوز وهزيمة واحدة. في كأس مصر راح دور 16 بعد ما تخطى بني سويف في دور ال 32. في دوري أبطال أفريقيا في السيمي فاينال وهيلاعب الوداد المغربي. في السوبر المحلي في القاهرة سبتمبر 2019 فاز الأهلي 3-2. في السوبر المحلي في أبو ظبي في فبراير الماضي خسر بركلات الترجيح. ده ريني فايلر اللي أنا قلت لكم دليل إدانة واضح. من البداية حصل تحفظ لكن في ناس كان عندها قدر من الموضوعية قالت يا جماعة نستنى هو بطيخة ربما تطلع كده وربما تطلع كده لكن السي في لا يشجع. بس وقتها لو تفتكروا لجنة التخطيط في النادي الأهلي قالت احنا اخترنا ريني فايلر بالمواصفات اللي احنا عايزينها. حد عنده طموح، حد عنده رؤية، حد عنده رغبة في النجاح، عنده شخصية. في النهاية عنده شخصية، عنده شغل صنايعي في الملعب بنفسه. في أخطاء فنية كتيرة للعيبة عايزة شغل شخصي. كانت النتيجة التعاقد مع هذا المدرب. حتى الآن يسير بخطة ثابتة إن شاء الله ويتمكن من يحقق تحقيق طموحات الأهلي. في قضية مهمة تانية طرحها أحمد حسام ميدو وحسن عبد رب والكابتن ضياء السيد. رأيك أنت مهم فيها جدا لأنه الناس بدأت تتكلم. أيوة. في الفترة اللي فاتت أنا كان نفسي عمال أفتكر أقول يا رب إبراهيم يسألني في الموضوع ده. شوف أنا حاسس بيك. والله شفت بقى القلوب. اسأل السؤال بقى إحنا هنشوق. شفت القلوب عند بعضيها إزاي؟ هنشوق الناس ولا إيه؟ الأهلي يقدم أقوى حاجة في عروضه المادية للاعبين لكن من السنة اللي فاتت والأسباب المكايدة إياها ظهر منافس جديد اسمه بيراميدز فبدأ السوق يختلف تماما. بدأ السوق في الناحية المالية يختلف تماما. ميدو وحسن عبد رب والكابتن ضياء السيد اتكلموا على إن الأهلي بيضع سقف جديد لرواتب اللاعبين. ازاي ده حاصل؟ الاول نسمع الثلاثي ونسمع راي الخبير. سياسه النادي الاهلي ان هو حاطط سقف لرواتب اللاعبين ومش عايز ان هو يعليها علشان هو عارف البادجت اللي هو شغال فيها. تمام. لكن النهارده ظهرت قوه شرائيه جديده في الماركت المصري. مزبوط. في السوق المصري. مزبوط. انا الاهلي انا كبير. صح؟ ما ينفعش ابقى انا تحت حد.
ماليش دعوه بقى الفلوس دي جايه منين، جابوها منين، صرفوها منين، ما حدش قال الاهلي بتجيب الفلوس منين في وقت من الاوقات، ولا الزمالك ولا تمام ولا. يبقى النهارده انا في عمر لازم اعمل ايه عشان اقدر النهارده واكب القوه الشرائيه الجديده اللي ظهرت في الماركت؟ لازم اعلي سقف رواتب اللاعبين يا جماعه. زمان ما فيها اولى وفئه ثانيه ولا مفيش كل واحد على فكره بس الاهلي ما فيش فيها اولى وفئه ثانيه آه. ما فيش فيها اولى وفئه ثانيه زي اللعيبه ما تعرفش ايه خد ايه وده ما فيش صدقني آه. ما هو ده انا بس ابيده عليه بقول له المفروض تبقى 1 تو 1 ولا حاجه اسمها سقف رواتب. النهارده النهارده انا في نادي دخل بيعلي عليا انا الاهلي والزمالك لازم ابقى في الليفل بتاعهم، غير مقبول ان انا ابقى تحتيهم. طب لو مش هعرف نعم؟ طب انا اهلي طب انا لو اهلي وزمالك مش هعرف اعمل ايه؟ انت رايك ايه؟ هل يعني الاداره يعني الاهلي مثلا مش هيقدر يدفع للاعب 100 مليون في 3 سنين؟ طب جيب لي كده يعني الاهلي عنده موارد يقدر يدفع والزمالك عنده موارد يقدر يدفع، منين موجوده؟ النهارده لازم ان انا النهارده طالما ان في ناس دخلت وبقت قوه شرائيه دراعها بقى اعلى مني لازم ابقى دراعها بالراحه. بس بالراحه اللعيب يستاهل الفلوس دي؟ ده سؤال مهم. احنا كده بندمر كمان، احنا كده بندمر الكره المصريه. اه ما انا كنت لسه هقول انت كده معلش لا معلش طب ماشي طب اسمع بيتعرض هذه المبادئ طب اسمع طيب طب انا النهارده انا عايز اسال سؤال انا النهارده لما اخسر بلسان الشارع انا يعني احنا كلنا يعني بننزل في وسط الناس. انا اقول اسمع حسني هل اللعيبه دلوقتي تستاهل ان ناخد 15 و 30 انت اللي يهمك ايه؟ ايه اللي يهمك؟ اللعيبه البطولات البطولات انت اللي يهمك انا ايه؟ انا اللي يهمك ان الدوله تستفيد من الارقام دي صح؟ قلنا ان لازم لا بعد رقم معين يتحط شرايح ضريبيه ان اللعيبه دي تدفع لا نسبه ضرايب توصل حتى ل 60 و70% زي في فرنسا، في فرنسا تاخد فوق مليون يورو الضرايب اللي تدفعها للبلد كانت 75% يعني المليون بتدفع عليه 750. بتكلم في مصلحه الدوله آه؟ انما بتكلم انا في مصلحه الرياضه المصريه ومتعه الكوره. انا هقول لك انا بعد اذنك يا كابتن ميدو بفقد ده كله النهارده آه. اللعيبه ديت لما يروح ب 50 هقول لك ايه؟ هقول لك هتعمل ايه؟ هقول لك ربنا ما دخلش فيه. بقول لك هتعمل ايه؟ هتكلم في ايه؟ ممكن اقول لك انا؟ اتفضل. اولا السبب في ده اتحاد الكوره والناس اللي كانت في اتحاد الكوره اللي قعدت 28 سنه اللي ما عملتش دوري محترفين اللي هو النادي الاهلي يعمل شركه كره القدم، شركه النادي الاهلي لكره القدم تمام؟ شركة النادي الاهلي لكرة القدم اللي هي ميزانية كرة القدم تمام. مش الميزانية اللي فيها فلوس الاعضاء وحمام السباحة انت بتاخد من فلوس الاعضاء النادي الاهلي والزمالك واللي عندهم اعضاء بتاخد من فلوس الاعضاء وتصرف على الكورة تمام فبتحطها في الميزانية لكن لما تبقى شركة الاهلي لكرة القدم هتبقى قايمة بمجلس بمدير تنفيذي بميزانية كرة القدم النهارده وجود بالمدخول بتاع المداخيل بتاع كره القدم وجود بيراميدز هيدفع الاتحاد ان هو يعمل الكلام ده. شفت الموضوع كان سخن ازاي بين الثلاثي؟ طيب بخبراتك التسويقيه الكبيره رقم واحد ميدو اتكلم على انه الاهلي ما بقاش القوه الشرائيه الاعلى وبقى فيه هناك ايد اعلى منه. على الاهلي ان يرتقي الى مستوى هذا الايد او هذه الايد المنافسه ولا يعمل ايه؟ على فكره عمر ما النادي الاهلي كان بيقدم اعلى عرض وده كلام قلناه من زمان ورجعوا آه. من 10 سنين واكتر آه. الاهلي كان بيقول للعيب انت عايز اكبر عقد مش هتلاقيه عندي لكن عايز اعلى دخل انا هديهولك من ايه؟ من لوائحي من اعلاناتي من بطولاتي من مكافآتي من حقك اللي بتاخده مش الوعود. كان في ناس بتدفع اكتر مننا في الوقت اللي كان فيه ناس بتدفع 8 مليون كان ابو تريكه بياخد 3 مليون اه فمحدش يجي يقول طول عمر النادي الاهلي لا طول عمر النادي الاهلي بيدير باقتصادياته اولا اه كان فيه ناس بتساعد اهلا وسهلا خير خير وعدل زياده لكن الاصل ان انا لما عندي ده ظهر في رمضان صبحي انه في سنه ونص اخد اعلانات من ورا النادي الاهلي بحوالي 28 مليون جنيه. هو لو كان حسابها آه. حد بس معلش مش عايزين نعيد الامور آه. المساله ان كانت تتحسب له من اقرب الناس اليه سواء وكيل سواء حد بيهمه مصلحته سواء حد بيتكلم معاه تعال شوف مع الاهلي هتوصل لكام ولو خدت بطولات هتوصل لكام وفي الاخر هل في فجوه ولا الدنيا قريبه. الحزبه كانت بتمشي طول عمرها كده آه. ف مسألة إن أنا لازم أنا أبقى بدي أعلى عقود لا مش لازم لأن اللعيب له تمن والأهلي له تمن. الأهلي تمنه إيه؟ إن أنا بهيئ لك إنك تكسب بطولات بصرف عليك مع زمايلك اللي لازم يساعدوك عشان كلكم تكسبوا بطولة. أها. أنا لما بجيب لعيب كويس
او بحطك في مناخ كويس او بدي لك اعلى رعايه بعملها علشان تكسب بطوله. دي زاويه. الزاويه الثانيه اللي الكابتن ضياء اتناقش فيها هو ده اللي بيحصل في الاهلي على فكره. الاهلي لديه شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، محدش عنده غيره. الاهلي هذه والتسويق اتحط عليها تسويق. عايز تحطه اداره كره القدم حطه اداره كره القدم. طب الاهلي بيعمل ايه؟ هل عنده ميزانيه مستقله لاداره كره القدم منفصله عن كره القدم؟ عنده شركه الاهلي لكره القدم، عنده كيان منفصل، كيان هتسميه بقى اي اسم، لكن بميزانيه مستقله ملهاش علاقه بميزانيه النادي. يعني ما بياخدش من هنا يحط هنا. هو طبعا لازم هياخد من الرعايات. خلي بالك انت بتاخد رعايه ليه؟ ايه معنى الرعايه؟ ده الايمج، الصوره الذهنيه اللي عاملها ايه؟ بطولاتك وجزء من رموزك. فانت بتاخد جزء من الفلوس دي بتحطها في كره القدم عشان يفضل الايمج او الصوره الذهنيه بتاعتك فوق. البث التلفزيوني ده خلاص بقى، ده كره قدم بيور صرف. بالزبط. من فلوس دي ما داخل الكوره، فلوس دي بتعمل ميزانيتك. طب هل النادي الاهلي لما قدم للاتحاد الافريقي اللي بيشترط انك انت عشان تاخد الرخصه يكون عندك ما يثبت السلامه الماليه والشفافيه الماليه؟ ايوه. والنادي الاهلي الوحيد في مصر اللي خد الرخصه بناء على ما قدمه من مستندات ونظام مالي، هو النادي الوحيد الذي استطاع ان يقدم ميزانيه بتوضح فلوسي، ميزانيتي تستطيع ان تفي بالتزاماتي. الكابتن ميدو كان بيني وبينه حوار في ماتش السوبر اللي كان في الامارات، كان جنبي الكابتن حسام غالي وما صدقش الكلام اللي انا بقوله، لكن انا دعيته انه اطلب، بلاش تروح النادي الاهلي، اطلب الميزانيه اللي اتعرضت على الجمعيه العموميه، هتلاقي كل حاجه مذكوره فيها. كره القدم لها ميزانياتها بتصرف ومواردها تسمح انها تنفخ، لكن الخطوره انك تقول لي ما فيش حد يبقى اعلى منك، لان انت اللي قدامك هيفضل يجرك لما تدين. ما هو في انا مواردي معروفه، لما يكون حد بيعتمد على ناس بتضخ له اموال مش موجوده في الميزانيه المعلنه انا مش قادر اواجهه. فانا بشتغل بمواردي. النادي الاهلي لازم ميزانيته تكون تفي بالتزاماته، ميزانيته اذا جاء عون من الاخر يبقى جميل، دي زياده بتوفر لي انا حاجات اعمل بيها حاجات تانية، اعمل ابجريد للفرقه، اصلح الملعب، اعمل لهم فتره اعداد بشكل مختلف، انما الاساس لازم ميزانيتي تفي بالتزاماتي. طيب الكابتن ضياء او الكابتن حسني عبد ربه كمان طرح سؤال مهم، هو في لعيب في مصر يستاهل الارقام دي؟ طب هو في لعيب في مصر النهارده في ارقام هنا لو سافر بره مش هياخدها؟ بس هو ده بدليل. اقول لك على حاجه اللي بيقوله حسني واللي اكده الكابتن ضياء، طب اطرح اللاعب ده للسوق. مش مطروح فقط في السوق المصري، ما فيش قيم تسويقيه وحقيقيه. أيوة بالظبط. انت في السوق فين السعر الاخر اللي جاله؟ انت بتنفخ في مصر في حاجات اعلى من قيمتها التسويقيه بكتير. طب سعره في مصر بتحددوا القيمة بتاعته ولا اعتبارات المخايدة ولا؟ لا مناخ طبعا، مناخ تنافس، حاجات تانية. يعني ما تقدرش تحط ايدك بالظبط انه في سبب عملي. لا موضوعيا ما ينفعش الدنيا تمشي بالشكل ده. وهو لعيب دلوقتي النهارده يعني كوكا مثلا في البرتغال بياخد 50 مليون جنيه في السنة؟ لا طبعا ما اظنش. مش كده؟ صحيح. يعني اذا الدوري المصري بيدي فلوس مش موجوده بره. اليونان هتدي فلوس بالمنظر ده؟ لا. يعني انت لو قلت البريميوم ليج ولا ممكن يبقى في فلوس تقرب من الحاجات دي، ولو ان دلوقتي 30 و40 مليون في السنه بالاعلانات ب 50 مليون، يعني ارقام يا جماعه والله لا يمكن. وده انا اللي قلته 100 مره، قلت لك الكوبايه دي ما حدش يجبرنا اشتريها ب 1000 جنيه، هي ثمنها 30 جنيه. 30 جنيه. انا بقى محتاجها قوي وشبطان فيها، وانت بياع شاطر هتقول لي خدها ب 50، لو قلت لك خدها ب 1000 لا ابقى راجل بقى
يعني مش موضوعي ان انا اروح اخدها صحيح. لمجرد ان انا نفسي فيها يعني او هغيظ حد تاني ان انا اخدها منه. اجيب كوبايه تانية شبهها ويمكن احسن منها. طيب لكن فجاه اللعيب اللي احنا عليه شايفين ان رقم انتقالاته مبالغ فيه فجاه ممكن يتعرض لاي مرض، ربنا يحفظ الجميع، ياثر على مسيرته وعلى حياته او اصابه. الحل ايه؟ نشوف برضه مطرحه ميدو مع الكابتن ضياء السيد وحسن عبد الرب. مين المسؤول ان مؤمن زكريا مش مؤمن عليه؟ وكل لعيبه مصر مين اللي مرر عقود اللعيبه دون ان هم التاكد من اللعيبه دي متامن عليها؟ لما جيت بقى سالت في قصه التامين لقيت الموضوع سهل عشان تعرف ان الانديه طماعه. الانديه عندنا طماعه، اخر حاجه بيبصوا لها اللعيب. النهارده سالت تكلفه التامين على اللعيب دي هتساوي قد ايه يا حسني؟ قال لك 6% من قيمه عقد اللاعب. يعني ايه؟ يعني النهارده هتبقى اللعيب مؤمن عليه على ضد الاصابات وان هو على حياته وكل حاجه 6%. يعني ايه؟ يعني انت لو البادجت بتاعك 100 مليون يعني 6 مليون جنيه فقط. ضربت مثل انت بعبد الوهاب الله يرحمه لما كنا قاعدين بره نتكلم وتقول لك عارف عبد الوهاب لو كان مؤمن عليه الله يرحمه كان اهله خدوا 10 15 مليون جنيه. بدل ما النهارده تروح ان انت النهارده تقدم لهم مساعده ولا مش عارف ايه بتاع، حقه ان هو ياخد. مؤمن زكريا لو مؤمن عليه كان حقه ان هو ياخد 10 15 مليون جنيه، مش النادي الاهلي يروح لوزاره الرياضه يتحايل عليها ان هي تطلع له فلوس او حد يجيبه النهارده عشان الناس يصعب على الناس فالناس تطلع له فلوس. لا مقدر جدا حماسه الكابتن ميدو طبعا، وكان لازم يبقى فيه تامين، واللعيبه كانت تشعر انها لو اتعورت او جرى لها حاجه يبقى مش محتاجه انها تروح يمين وشمال ولا تنتظر يعني عطف احد ولا اهتمامه، مساعده حد، هيبقى حقه ان ياخد التامين. طيب هو ليه الانديه ما بتعملش تامين؟ لانها طماعه. طب انا هقول لك حاجه كابتن ميدو، انت راجل بيزنس مان وانا بقول لك من هنا اعتبرها حاجه شغل في الصميم، هات شركه تامين تامن. انت عارف ان انا قعدت كام سنه احاول اجيب شركه تامين تامن؟ والله العظيم رحت لشركات التامين المصريه الكبريات شركات التامين وييجوا الاقيهم بيامنوا على حاجات ما لهاش علاقه باللعيب. عايز يخش يامن بس مش على اللعيب وعلى اصابات الملاعب وعلى العلاج. انا كنت ساعتها نفسي امن على اصابات الملاعب وكانت موضه بلع اللسان والحاجات دي ظهرت، وعلى الحياه وعلى العجز الكامل وعلى العلاج الخارجي، ونقطع مرحله والناس تتوقف وتقول لك ما عندناش هذا النظام. قلت لهم طيب ما تروحوا تشوفوا في انجلترا بيعملوا ايه. في نظام التامين اللي بيسموه باك تو باك، يعني بيجيب شركه تامن وهو يعيد التامين اعاده التامين وراحوا وبقيت انا ادور واساعد اديلهم اسامي شركات لم تستطع شركه تامين واحده حتى المالتي ناشونال شركات اللي هي متعدده الجنسيه مش مصريه ما حدش فيهم اداني تامين. وكنا متفقين في النادي ان التامين هيتحمل النادي بالاضافه الى اللاعب قيمه التامين. وكل نظام احنا استعدينا ان بس شركه تقدم لنا عرض. لحد ما مشيت ما فيش شركه. هل تغير نظام التامين دلوقتي؟ حد يقدر يجيب شركه تامين؟ هو انت فاكر ان في نادي بعد المصاريف دي كلها هيرفض انه يؤمن على اللعيبه؟ هو احنا بندفع علاج خارجي قد ايه؟ ده احنا من كتر العلاج الخارجي هناك تفكير الان في النادي الاهلي ان احنا نعمل مستشفى ونجيب خبراء من بره تبقى هب او مركزيه للعلاج المنطقه كلها. لان النادي الاهلي والانديه المصريه الصليبي بقى زي الانفلونزا دلوقتي في الملاعب المصريه. طيب وعمليه التاهيل هي المشكله كلها. ايوه فانت متخيل انك انت بتفكر كده؟ طب ما الاسهل لك تامن، الاسهل لك تامن. يعني اللي انا عايز اقوله مش معقوله، وده تملي مشكلتنا احنا في مصر حتى على مستوى الرجل المواطن البسيط اللي يقعد في اي قاعده يقول لك البلد المفروض يعملوا كذا، بيقولوا افكار بديهيه جدا لا يمكن تكون خافيه على المسؤول. ايه اللي بيخلي المسؤول مش قادر ينفذها؟ امور خارجه عن الاراده. لما تيجي انت بقى تتحط في موقع المسؤوليه يا استاذ ابراهيم تشوف الحاجات دي وتلاقي نفسك. نتمنى ان شركات التامين تقبل على التامين على الرياضيين وكره القدم تحديدا
والله هيحلوا لنا مشكله كبيره جدا. لكن انا بقول لك لحد ما مشيت من موقعي ما كانش في حد راضي. نتمنى لانها قضيه مهمه جدا اللي طرحها ميدو، واللي المهندس عدلي اشار الى انه النادي الاهلي تمنى مرارا وتكرارا التوصل لاتفاقيات مع شركات مختصه في التامين تضمن حياه امنه للاعبين عموما. كهربا اختص جماهير الاهلي عبر ملك وكتابه بفيديو عرضناه لكم، هنفكركم به تاني ومنه نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيبقى فيه كلام مهم، بس خلينا الاول نفكركم بكهربا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حابب اعتذر لزمايلي واخواتي الفريق كله، اعتذر للشناوي اخويا الكبير والجهاز الفني من اصغر واحد لاكبر واحد، وانا متقبل العقوبه، انا ابن من ابناء النادي وتحت امرهم في اي وقت، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الفريق باذن الله الماتش الجاي، وان شاء الله كده باذن الله نقدر نفرح الجمهور بالدوري وافريقيا باذن الله، اهم حاجه ان شاء الله افريقيا باذن الله نفرح بها الجمهور كله باذن الله، انا واحد من الجمهور ان شاء الله باذن الله نفرح. دي رسالة كهربا للجمهور. كنت لسه بقول لك الكرة في ملعب كهربا لو أخلص النية واعتذر وتقبل البتاع، فحسن فعل إنه فاجئنا بهذا الفيديو اللي أعتقد إنه تلاقيه دلوقتي منتشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الناس مترقبة كانت مستنية منه ده. الناس كانت مترقبة من كهربا، والأمر متروك لجمهور الأهلي إزاي يحافظ على فرقته، والفرقة الأهلي إزاي تقدر تحتضن بعض، وإزاي تقدر تقاوم كل الأغراض الدفينة اللي بتحاول من غير ما يزعلوا مني النيل من الفريق. قبل ما نطلع في 30 ثانية 40 يا جماعة، أنا ملاحظ نغمة، إحنا العنصر الوحيد اللي بيحب ملوش غرض. أنتوا مين؟ الجمهور المثقف، الجمهور العام، الجمهور الغني، الجمهور الفقير، الجمهور اللي قاعد في البيوت، الجمهور كلمة مطاطة. ولكن أنا عايز أقول بقى، عايز أقول أنا بقى كلمة هتحمل مسؤوليتها، أرجوكوا تقبلوها مني. مفيش حد من أول رئيس النادي وأي رمز من الرموز الكبيرة لأصغر واحد في النادي، من أصغر واحد في جماهير الأهلي لأكبر واحد في جماهير الأهلي، محدش له فضل عن النادي الأهلي، وإنما كلنا بنستمتع بالانتماء لهذا النادي، كلنا من يعمل فيه ومن يشجعه من الخارج، لان اللي بيشجعه من بره ما كانش هيشجعه الا اذا كان بيحقق له فخر ومتعه. المهندس عادل سخن وجاء في كلام كتير جدا، اوعدكم بعد الفاصل هنفتش معاه في اسرار الملك. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كلام مهم جدا حوالين كهربا واعتذار ورسالته لجمهور الأهلي، لكن المهندس عدلي القيعي قبل الفاصل تحدث كثيرا عن طبيعة الجمهور، إيه وضعية الجمهور دلوقتي، عشان كده في كلام كتير جدا هنعرضه في أسرار الملك. أسرار الملك التاريخية بتمثل دستور الأهلي بيسير عليه، واحنا بنتكلم على الجمهور وتأثير الجمهور ومواقف الأهلي، على طول تلاقي الذاكرة الأهلوية ثرية جدا وجاهزة لاستدعاء مواقف كتيرة. كنت بتحدث مع المهندس عادل القيعي الصبح في الجزئية ديت، قال لي تفتكر لو حسين حجازي سنة 28 كان في سوشيال ميديا أبيض وأسود أياميها، هل الأهلي كان هيتصرف كما تصرف جعفر والي باشا سنة 28؟ هل لو السوشيال ميديا موجودة مع الكابتن صالح سليم والكابتن حسن حمدي في أزمة 85 مع الكابتن الجوهري رحمة الله عليه اللي بتحل هذه الأيام ذكرى رحيله، هل كان الأمر هيسير بما سار عليه؟ عشان كده كان من المهم جدا أن نفتش في أسرار الملك عن السوشيال ميديا نسخة 85 نرجع ب المؤرخ الكبير المهندس عادل القيعي بالذاكره الاهلاويه لسنه 1985 كانت ايه؟ دعونا الاول، كل الناس عرفت من الاخر ان الاهلي اوقف 17 لاعب ولعب بالناشئين وكسب الزمالك وكمل وكسب كاس مصر، لكن ما عرفوش من الاول. عشان من الاول دي هي اللي بتدي لك مسطره الاهلي في كل العصور ماشيه ازاي. كيف بدأت الأزمة؟ الأزمة بدأت إن مجلس الإدارة بعد اعتذار الكابتن السايس عن الاستمرار مع الفريق
عين الكابتن الجوهري للمرة الثانية. كان الكابتن جوهري جه 82 83 وما وفقش يعني، وبعدين جه بقى 84 85 مش كده؟ فلما جه المجلس عين كابتن حسن حمدي مشرفا على الكرة من المجلس، كان عضو مجلس، كان عضو مجلس، وأوكل إليه أنه يعمل الجهاز. تكون الجهاز كابتن الجوهري مدير فني، مدير فني، وقال كابتن هاني مصطفى مدير كرة، مدير كرة. قبليها بسنتين في وجود الكابتن، ولاية الكابتن جوهري الأولانية، هو اللي جاء له التقرير بتاع الكابتن جمال عبد الحميد أنه مش منتظم في العلاج، وانه مش هيعرف، مش عايز يرجع، وتم الاستغناء عنه في ولايه قبلها بسنتين. فهو كان في مقرر معسكر في المانيا، انا كان لي عاده اقعد مع كابتن الجوهري يعني لما يكون فاضي، واكون فاضي في جنينه النادي قبل التنس كده في شجره معينه كنا بنقعد. فقبل السفر لالمانيا سمعت انه هيمشي الكابتن محمد عباس. ضربت في دماغي، واحنا مشينا الكابتن جمال عبد الحميد، ودلوقتي راح تألق وانطلق، وبعدين هنعمل مع الكابتن عباس، وكان الكابتن عباس ده حاجه قدرات هايله جدا. فبقول له واحنا قاعدين في الجنينه، بقول له يا كابتن جوهري يعني ليه بس نكرر نفس الشيء، والكابتن يعني ما نقدرش نصلح الامور معاه ونحطه تحت رقابتنا وكده؟ قال لي تعبير شهير، قال لي التفاحة العضبانة بتبوظ القفص. ده كان تفسيره ان ليه لازم يمشي. اذا ما كانش معترض على انه ما يكونش موجود اذا لم يكن هو صاحب الراي. على الاقل كان موافق على ان ده اجراء ما ينفعش يبقى موجود. كابتن عباس مع احترامي له، هو الراجل بشجاعه هائله بيطلع يعترف بكل الكلام. اخطاء. سافر كابتن محرم الرغب رئيس بعثه، ومعاه الكابتن الجوهري، ومعاه الكابتن هاني مصطفى، ورجع من هناك بكلمه الحمد لله على السلامه، قال لي الدنيا مولعه. قلت له ازاي؟ قال لي الكابتن هاني والكابتن الجوهري مشتبكين اشتباك هائل جدا، لان الكابتن الجوهري احد الاسباب عايز يرجع الكابتن عباس، وكان عايزه يلحقه يلحق به في المانيا. وهاني مصطفى قال له ده قرار واحنا اعتمدنا القايمه، وما اقدرش ان انا اخرج بره القرار ولا اكثر قرار تربوي زي ده. وراجعين الاثنين مش على اتفاق، الدنيا مولعه. فوجئنا بعديها بيوم كابتن جوهري واخد الفرقه بيتمرن بيها في نادي الشمس، نادي الشمس، واخدهم على حسابه منزلهم في فندق السلام جنب النادي الشمس، وارسل رساله الى النادي الاهلي مش راجعين الا لما نحل المشاكل. اللي من ضمنها ربما كان عنده مشاكل تانية يعني، لان من ساعه الموقف ده التفاصيل عاشها الكابتن حسن حمدي. وعارفين بعد كده ان الكابتن حسن حمدي وقف بص بقى طريقه الشغل بالدقه. قال لهم ادوني اختصاصات مدير الكوره. خد قرار ان عنده اختصاصات مدير الكوره عشان يقدر يتعامل مع اللعيبه، مع الكابتن الجوهري حسب اللائحه. فخد قرار بايقاف اللعيبه واللعب بالناشئين 17 لاعب، وانه الكابتن الجوهري طبعا ازاي المباراه التاريخيه، المباراه التاريخيه كان الكابتن عادل طعيمه مدرب فريق 20، مدرب الفريق ده، وكان عنده معسكر ايضا في المانيا وراجع بيهم جاهزين، بس ما حدش متخيل ان الفرقه دي قوامها الرئيسي هو اللي هيتحمل المسؤوليه الكبيره دي، حسام وابراهيم حسن. انا ليه بحكي القصه دي؟ نقف عند دي بقى، الباقي ما يهمنيش يعني. ان النادي الاهلي خد قرار تربوي بالايقاف، ولم يعبأ بالكلام اللي اتقال وقتها، انت كده هتعرض النادي الاهلي لهزيمه قد تكون كبيره ومذله من الزمالك ويخرج من كاس مصر. ولكن الكابتن حسن، وطبعا اتصل بالكابتن صالح واتفق مع المجلس على ان هو ده القرار. القرار اللي ما كانش فيه اتفاق وخد بيته، وبعدين في الاخر الاستاذ كمال حافظ رحمه الله عليه يعني انتصر فيه، ان ما نقدرش نمشي اللعيبه ونمشي الجهاز الفني في نفس الوقت. كان في راي ما هو الجهاز الفني هو المسؤول عن الغلط. المهم يعني
فقالوا الكابتن عادل طعيمه استعد هتلعب المباراه، وكابتن حسن قال للكابتن الجوهري اذا ما جيتش بكره التمرين الكابتن عادل سيقود هذا التمرين. انا بحكي كل ده ليه؟ هل كان الموقف هيوصل ان انت تلعب ومش بس تلعب وتهيئ المناخ ان يبقى في حوافز وربنا يكافئك بالحسنيين تاخد الموقف التربوي وتكسب ثم تكسب الكاس في النهايه؟ ولا لو كان في سوشيال ميديا كنا هنعيش الاجواء اللي يسخن من هنا واللي يدافع من هنا واللي يهاجم من هنا، وان اللعيبه قاعده تقرا واللعيبه قاعده تسمع واللعيبه الصغيره بعضهم بيخوفها وبعضهم بيقول لهم انتوا الامل، كانت الدنيا مؤكد هيبقى لها مسار وسياق مختلف. ليه احنا بنقول هذا الكلام؟ ان احنا خلينا نثق في الاداره وخليها ماشيه على المسطره بتاعتها عشان باستمرار يبقى الاهلي اقوى من اي حد، من اي عنصر، من اي عضو مجلس اداره، من اي رئيس نادي، من اي لعيب، من اي مشجع طبعا. يبقى مصلحه النادي فوق كل حاجه، فوق لما نقول الاهلي فوق جميع، مصلحه النادي فوق جميع ابناء، فوق جميع ابناء مش حد تاني، دي مساله تخص عائله الاهلي. ده كلام مهم جدا نكمله بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كلام مهم جدا عن السوشيال ميديا نسخه 85، وشفنا كلام مهم جدا او سمعنا كلام اكثر اهميه من المهندس عادل القيعي لكل جماهير النادي الاهلي، حبوا الاهلي زي ما شفتوه مش هتديروه. الجمهور عامل مهم جدا، هيفضل دايما وابدا هو القوة المحركه لماكينه الاهلي طالما كان عنده هذا الوعي وهذا الحرص على الاهلي. لكن فكره ان الجمهور هيدير وهيؤثر وباستمرار عايز القرار اللي يرضيه والا ما يبقاش هو كده مبسوط. بس مين فيهم؟ ما هم مين هو متفقين؟ يعني لو ثلاثه قاعدين مع بعض مش هتلاقيهم متفقين على راي واحد. بص عشان الاهلي عامل حساب جماهيره وبيشتغل عشان يسعد جماهيره بالظبط، لكن لا يدار من الجماهير بس. الاهلي يعمل من اجل اسعاد جماهيره وليس بطريقه ادارته، وشايل همهم طبعا، شايل همهم هو الهدف الاساسي. ده كان كلام مهم جدا في الثير بين كل هذه العصور المختلفه للاهلي كما يظهر دائما في مجلتنا، مجله الاهلي، الشاهد الدائم على مراحل تطور الاهلي ومواقفه ومعاركه وبطولاته وانتصاراته الكثيره وانكساراته والحمد لله القليله. صدر اليوم العدد الجديد من مجله الاهلي اللي بيحمل الرقم 2580. ما شاء الله، في القرن ال21 الاهلي الاول عالميا، واحتفاء كبير جدا بهذا التصنيف العالمي. الناس مشغوله باليوفط بتاعه القرن اللي فات والقرن الحقيقي والقرن ما اعرفش، لا ده في القرن ال21 كمان عالميا. موقع ترانسفير ماركت يضع الاهلي في صداره قائمه انديه العالم. هناك احتفاء كبير بفوز الاهلي كمان على الزمالك 6-0 في حصاد بطولات الصالات المختلفه من بطوله الى اخرى، وانجاز تاريخي غير مسبوق ايضا، فتيات الذهب بطلات الطائره للمره الكام؟ ال 25 على التوالي. على التوالي حاجات في موسوعه ارقام قياسيه. النصر الافريقي يقود الاهلي للفوز ال 20 على المصري، واهل القمه في مواجهه صحوه الدجله والحرس الجمعه والاثنين. طبعا بالتصفح السريع بين صفحات المجله هتشوفوا النصر الاحمر يحلق ب 41، كابتن سيد عبد الحفيظ يتحدث عن البطل من يضحك في النهايه وحقيقه هروب ديانج وغياب السوليه. عبد الوهاب في القلب ولن ننساه ابدا في الحديث عن ذكرى محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله، وفوز سهل على المصري، والشناوي بطل مباراه، والسر جدور الكاتب السوداني الجميل يكتب المهندس عادل القيعي والفريق عبود التجني المقصود واللقاء عن الاثنين. ايه بقى؟ مقاله مهمه جدا. انا عبود وراجل مليونير وانا راجل هيقارن لك بين الاثنين يعني. بيهديك هذه المقاله كما يكتب الاستاذ حامد عز الدين عن رساله الى احفاد الشياطين. كلام مهم جدا في عدد النهارده يسعد كل الاهلاويه،
لكن من 40 سنة وده الرابط. أنا قلت لكم الأهلي ماضيه هو ما يفسر حاضره ويستشرف مستقبله، هي دي القيمة، هو ده قيمة هذا الإرث الحضاري الكبير جدا للنادي الأهلي. نشوف في هذا التقرير زي النهاردة من 40 سنة مجلتنا كان فيها إيه. الأهلي يواجه نجوم العالم في مجلتنا منذ 40 عاما وتحديدا في عددها رقم 324 والصادر يوم الأربعاء 22 من جماد الثاني لعام 1400 هجرية، السابع من مايو لعام 1980 ميلادية، تصدر الغلاف عنوان الأهلي وكوزموس بالقاهرة في أكتوبر، حيث أشارت الصحيفة لموافقة النادي الأهلي على عرض تقدم به نادي كوزموس الأمريكي للعب معه بالقاهرة ضمن مهرجان أكتوبر احتفالاً بالنصر والسلام. وأشارت الصحيفة إلى أن فريق كوزموس يضم لفيفاً من أشهر نجوم الكرة في العالم، أبرزهم الإمبراطور فرانز بيكنباور كابتن ألمانيا وبايرن ميونخ وكارلوس ألبرتو كابتن البرازيل ونيسكنز الهولندي. وفي الصفحة الثالثة تناولت الصحيفة متابعة للصورة داخل نادي الزمالك بعد نجاح النادي الأهلي في الحصول على توقيع رمضان السيد، وأشارت الصحيفة إلى أن الزمالك كان يعد رمضان السيد ليكون خليفة لحسن شحاتة بعد اعتزاله. وفي مقالته الشهيرة لحظة صدق وتحت عنوان الكرة المصرية وأزمة الليمون، تطرق الكاتب الصحفي الكبير عزة السعدني لأزمة ماهر همام نجم منتخب مصر والأهلي، حيث تم منعه وقتها من دخول امتحانات كلية التربية لأن نسبة غيابه تخطت النسبة المقررة، رغم أنه كان وقتها داخل معسكر المنتخب الوطني. وأضاف السعدني أن الأزمة لا تخص النادي الأهلي فقط، بل تهم كل الأندية واللاعبين، بل وكل بيت مصري يضم بين جدرانه لاعب كرة قدم. وذكر الكاتب الكبير في مقالته كلمة الفريق مرتجي رئيس النادي الصريحة والواضحة بأن مستقبل اللاعب أهم بكثير عند النادي الأهلي من الاحتفاظ بالبطولة، وهو شعار الأهلي دائما ولن يتغير. وفي الصفحة السابعة كتب ناصف سليم في الأسبوع الرياضي عن أن هناك اتجاها لدى مصلحة الضرائب لتحصيل جزء من إيرادات لاعبي كرة القدم للدولة تحت عنوان الضرائب تعد كمينا للاعبي كرة القدم. كما سلطت المجلة في صفحتين كاملتين الضوء على انتصارات فريق الآنسات لكرة اليد تحت عنوان بنات الأهلي يسرقن كل الأضواء. كما رصدت الصحيفة هدف حسام البدري في الدقيقة الأخيرة من لقاء الأهلي والمقاولون العرب في الدوري. كما تطرقت أيضا للحديث عن الظلم الذي تعرض له الفريق من الحكم المقرر عليه هذا الموسم عبد الرؤوف المرشدي، وأيضا حرمانه لأشبال الأهلي من ضربتي جزاء في اللقاء، إلا أن النصر كان حليفا للمارد الأحمر. هو بس ايه ملاحظه سريعه قبل ما اقول لك الطلب اللي عايز اطلبه منك. الاستاذ ناصر سليم كان بيكتب في مجله الاهلي، يعني شوف الرحابه، ان احنا كان واحد من اكبر الزملكاويه يعني صحيح. اللي في مصر، ورغم هذا كان بيستكتب في مجله الاهلي. لكن انا عايز اطلب منك طلب يا استاذ ابراهيم. انا لاحظت وناس كتير بتقابلني الفقره بتاعت مجلتنا من 40 عام بتجد صدى وقبول جامد جدا عند جمهور الاهلي. مفيش طريقه ان احنا نوفرها لهم. في ناس كتير عايزه تبتدي تارشف وتحفظ الاعداد القديمه دي عندها. ده كلام مهم جدا، لانه فيه في اداره المجله تبحث مشروع يخلي جمهور الاهلي عنده كل اسبوع نسخه من هذه الاعداد التاريخيه لربط الحاضر بالماضي. ففي مفاجآت كبيرة جدا، نرجو خدها بجدية بإذن الله. دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.